مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. أهلا بكم جميعا. النهاردة حلقة مهمة جدا، حلقة توثيقية هنتكلم فيها عن أكتر من موضوع ومهم، وفي النهاية كل تعليقات حضراتكم أنا هجاوب عليها. لو حضراتكم انقطع البث ما تقلقوش، في كاميرا تانية بتصور بجودة أعلى، هينزل الفيديو بالصور وبكل شيء في منطقة الفيديو ده لو اتقطع على اللايف. وفي كلتا الحالات بينزل الفيديو نسختين، نسخة لايف ونسخة بجودة أعلى في منطقة الفيديوهات. أهلا بحضراتكم كلكم جميعكم. النهاردة هنتكلم عن أكتر من موضوع سياسي واجتماعي. هنتكلم عن التغييرات الجديدة اللي حصلت، تغييرات في الوزارة واختيار وزارة جديدة، والتغييرات في الجيش، ودي تغييرات خطيرة وليها مدلولات خطيرة هنتكلم فيها بالتفصيل. برضه ما ننساش الأنبا أرميا الحبوب، هنشوف ايه قصته مع العهدة العمرية، وهنتكلم عن خطف الأقباط، ودلوقتي ابتدوا يتجهوا لخطف الأقباط الرجال، يعني كانوا بيخطفوا القبطيات، دلوقتي ابتدى موسم جديد من خطف الأقباط الرجال. هنتكلم عن المتنصرين وأدوارهم وأهم أدوارهم. هنتكلم عن لقاء البابا مع محمد الباز الأخير وكان إيه الغرض منه، وهنتكلم عن بعض الخطط الشيطانية التي تدبر لسكان الكرة الأرضية. أهلا وسهلا بكم. لما نبتدي كده مع بعض، وأنا يعني أنا النهاردة عايزين نفتح لقاء أخوي ولقاء صداقة نتجاوب فيه ونتحاور فيه مع بعض. يعني كل أسئلتكم في كل المواضيع أنا هجاوب عليه. موضوع التغيير الوزاري الجديد ومواصفات الوزراء ايه، وعلى اي اساس تم التغيير ده، وهدفه ايه. لكن قبل ما نوصل للمرحلة دي ونناقشها، انا عايز اناقش معاكم موضوع تاني. يمكن كلنا افتكرنا اني لما تولى الرئيس السابق محمد مرسي رئاسة الجمهورية ولا عبد الفتاح السيسي وزارة الدفاع، كنا كلنا بنعتقد ان اللي قال محمد مرسي ولي عبد الفتاح السيسي وزارة الدفاع هو المشير حسين طنطاوي، وسامي عنان قالوا له الراجل ده كويس عينه وزير دفاع. الحقيقة غير كده خالص، ده اللي بيتقال لي وبيتقالك، لكن الحقيقة غير كده خالص. الحقيقة ان الموضوع كان مفاجأة لحسين طنطاوي ولسامي عنان، بمعنى اثناء المباحثات الاولى وبعد الانتخابات واثناء الانتخابات كان حسين طنطاوي بيمجد في عبد الفتاح السيسي قصاد محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع. ولكن يعلم تماما محمد مرسي الانتماء الديني والتعصبي لعبد الفتاح السيسي من الاول. وطبعا كان في لقاءات بين عبد الفتاح السيسي ومحمد مرسي خلف الستار، يعني اقتنع بها تماما محمد مرسي ان هذا الانسان لعبد الفتاح السيسي خالصا مخلصا للاخوان، وهو فعلا كان يحمل فكر الاخوان، والا احنا بنشوف دلوقتي في الاحداث الحاليه والجاريه في مصر التعصب اللي بيتم ضد الاقباط، فكر اخواني بحت، فكر اخواني تعصبي بحت. ولكن كما حدث مع عبد الناصر، لان عبد الناصر كان اخواني، ولكن اتقلب على الاخوان عشان الكرسي. نفس الكلام حصل من عبد الفتاح مع كرسي، لما حس ان الاخوان بيهددوا هذا الكرسي اتقلب على الاخوان وراح لطبقة تانية، هي طبقة السلفيين اللي هم بيقولوا لا خروج على الحاكم حتى ولو كان كافر.
طيب ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل بالظبط ان الرئيس السيسي طلب وزير الدفاع حسين طنطاوي ورئيس الاركان سامي عنان لاجتماع مهم عنده، تعالوا نجتمع. وطبعا انتوا عارفين القصر الرئاسي قاعد معاهم في اوضه بيتكلم مع الاتنين كلام عادي جدا، ما فتح لهمش اي شيء، وسابهم في الاوضه قال لهم انتظروني انا هلف لفه كده واجي لكم كده معايا موضوع هشوفه وجاي لكم. فانتظر حسين طنطاوي وسامي عنان في الاوضه منتظرين الرئيس محمد مرسي يجي، في الوقت اللي محمد مرسي كان في اوضه تانية ومعاه عبد الفتاح السيسي، وخلى عبد الفتاح السيسي حلف اليمين كوزير للدفاع. كل هذا ولم يكن يعلم حسين طنطاوي ولا سامي عنان بما يحدث في الغرفة التانية. ولكن رجع بعد ما حلف عبد الفتاح السيسي اليمين، رجع كده يسلم على حسين طنطاوي وعلى سامي عنان، وفي الوقت ده أدى الأذان بتاع الصلاة، فقال لهم يلا يا جماعة نصلي. لما دخلوا يصلوا لقوا مين معاهم؟ ما دخل حسين طنطاوي وسامي عنان يصلوا مع محمد مرسي، لقوا معاهم في الصلاة واقف عبد الفتاح السيسي. ايه ده؟ ده هنا ليه؟ بيعمل ايه؟ بعد الصلاة بيقولوا إيه يعني سيادة الفريق عبد الفتاح السيسي هنا ليه؟ قال لهم معلش ما هو تم ترقية عبد الفتاح السيسي ودلوقتي مسك منصب وزير الدفاع. كله كان بيتم من وراء الستارة، والألعاب كلها بتتم من وراء الستارة. ده للأسف سلوك خاص بالمصريين، وللأسف سلوك خاص بالمصريين عموما من بعد 52 كمان. كله بيخدع كله، وكله بيضحك على كله، وأهم حاجة الكرسي ده، محدش يقرب للكرسي ده، واللي هيقرب للكرسي ده هشيله من على وش الدنيا. طيب سمعنا ان في تغيير وزاري اعلن عنه، وننتظر يوم اتنين تلاتة اربعة عشان نشوف التشكيل الوزاري، ما شفناهوش. ونفاجأ بعد كده ان احنا فكينا حلينا وزارة مدبولي او مصطفى مبلولي، وشكلنا كمان هتتشكل وزارة مبلولي جديدة. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني زمان ايام الحكم الملكي كانت تروح حكومة مصطفى النحاس تيجي حكومة علي ماهر، يمشي مصطفى النحاس بحكومته يجي علي ماهر بحكومته. انما انت هنا مصطفى مبلولي واقف، هو اللي بيعين وهو اللي بيشيل، ما هو رئيس المجموعة فاشل، مفروض أقلت وزارة مدبولي يبقى مدبولي يروح، لا مدبولي قاعد. أصل الفشل الوزراء، هي الفكرة مش الفشل الوزراء، الفكرة إن مدبولي ده هو طبعا شخص معروف إنه متعصب جدا دينيا ضد المسيحيين، وده اللي برر لك إن مفيش ولا وزير مسيحي من ضمن الوزراء. يعني مبلولي تاريخ حياته كله بيقول إن هو إنسان متعصب دينيا جدا جدا جدا. بعده عن السيسي وديله الحديدة يتكلم حاله ودماغ، يتكلم ويتكلم في كل موضوع تمام اوكي، يجي في وجود السيسي يهز دماغه بس، وده المطلوب، لان معروف ان السيسي ما بيحبش حد يجادله، لان في مخطط في دماغ السيسي. بمعنى في ناس تقول لك السيسي غبي، لا السيسي مش غبي، السيسي عارف هو بيعمل ايه كويس قوي، وبينفذ المطلوب منه كويس جدا جدا جدا. والمطلوب منه ده مش من المصريين ولا من الشعب المصري ولا من ارض مصر ولا من تراب مصر، السيسي بيخدم مصالح خارجيه فوق ما تتخيله، واخر ما يفكر فيه السيسي مصلحه المواطن المصري. طب هو عايز ايه؟ عايز اللي ما يناقشوش ويكون ميت على القرش المرتب بتاع اول كل شهر والهبرة اللي بياخدها اول كل شهر، وما ينقش السيسي وينفذ كل اللي هو عايزه، وشفناها قبل كده.
لما موضوع تيران وصنافير والاحكام، وكل محكمه تقول لك تيران وصنافير مصريه، القاضي الفاسد الاخير اللي لجأ له السيسي وحكم بسعوديه تيران وصنافير مسكوا رئيس مجلس الشعب. فاي حد يخون هذا الوطن ويخون مقدرات هذا الوطن وينفذ اللي بيقول عليه السيسي، لا ده الحبوب، بوب الحبوب. اما السيسي مش غبي، هو 55% قدرات، ولكن تم تدريبه كويس قوي وبيمشي بالظبط على المخطط اللي هو مطلوب منه من جهات خارجيه. الجهات الخارجيه جهه واحده؟ لا، اكتر من جهه، اكتر من جهه بيخضع لها السيسي تماما، والا ما كانش راح للرئيس ترامب وقال له احنا معاك يا سيادة الرئيس ترامب ومعاك في تنفيذ صفقة القرن. ومعروف صفقة القرن دي اللي هيتم فيها تقسيم وبيع اجزاء كتيرة من مصر. ولما رجع السيسي بيسألوه في لقاء صحفي ايه هي صفقة القرن، قال صدقوني ما اعرفش. الله، طب انت رحت لترامب اثناء فترة حكم ترامب وقلت له احنا معاك يا سيادة الرئيس ترامب في تنفيذ صفقة القرن، وجاي لما الشعب بيكلمك والصحافة والإعلام بيكلمك بتقول له لا صدقوني أنا معرفش هي إيه صفقة القرن. طبعا كذاب كبير جدا جدا جدا، وكل الأحداث اللي مرنا بيها خلال 11 سنة معاه أو أكتر بتدل على أن هذا الإنسان كاذب كذب الإبل. حتى الإعلام لو طلع من الإعلاميين اللي بيشطح ويسأل سؤال خارج المطلوب بيتقفل ويقعد في بيته، بيتقفل ويقعد. توفيق عكاشة قعد في بيته لأنه كان بيطلع حاجات مش أي حد يقدر يتكلم فيها. توفيق عكاشة إعلامي قوي جدا جدا، فاهم البلد كويس جدا جدا جدا، فاهم اللي بيدور من ورا الستاير جدا جدا جدا، ولكن لما يتكلم لا مش عايزين يتكلم لأنه مش عايزين الشعب يتنور ويفهم ايه اللي بيدور. وارجعوا لفيديوهات توفيق عكاشة هتلاقوا الراجل ده قال كل حاجة بتتحقق اوريدي، بتتحقق اوريدي. طيب احنا اول نقطة بنتكلم فيها ان ما بني على باطل فهو باطل. مبلولي، اقالة مبلولي ويرجع مبلولي يشكل حكومة جديدة، ده باطل، باطل، لان هو اوريدي المفروض ما يكونش موجود. لكن هو تمام سياده الرئيس 100 100، فعاجب سياده الرئيس لانه بينفذ المشاريع اللي عايزها الرئيس. طيب ايه مواصفات الوزير المطلوبه؟ يعني اي وزير يمسك في وزاره مبلولي، او انا بسميها وزاره السيسي لان حقيقه لا مبلولي بياخد قرار ولا اي وزير بياخد قرار، القرارات كلها بتطلع من الرئيس السيسي، من الرئيس السيسي. لا مجلس الشعب بياخد قرار ولا وزارة بتاخد قرار، اللي عايزه السيسي بيتم. وإلا لما كان عضو مجلس الشعب بيقول للرئيس السيسي، بيقول يا سيادة الرئيس ممكن احنا يعني معلش الأسعار، غلو الأسعار وغلو البنزين نأخرها شوية، رد عليه قال له انت مين؟ انت مين؟ انت عارف انت بتقول ايه؟ انت درست الكلام اللي انت بتقوله الاول؟ انت درست الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت مين؟ سكت الراجل مجرد انه قال رأيه، وبيقول له انت دارس الموضوع اللي انت بتقوله ده، مع ان السيسي نفسه طلع في اكتر من حوار قال انا ما بعملش دراسات جدوى، انا ما بعملش دراسات جدوى. فمواصفات الوزير المطلوب او عضو مجلس الشعب المطلوب او الاعلامي المطلوب انه يكون امعه ملوش راي، ما يبديش راي، اللي مطلوب منه ينفذه ويقبض مرتب اخر الشهر. ايه غير امعه؟ يكون كمان اندر كنترول. اندر كنترول يعني تحت السيطره، تحت السيطره ممسوك عليه حاجات، يا اما يكون مرتشي، يا اما يكون خاين، يا اما يكون عليه سيديهات جنسيه وثائق ممسوكه، بحيث نسيبه يسرق براحته بس لما نحب ناخد السريعه منه ناخدها، نصوره في اوضاع ونبعت له ممكن ستات كمان، واحنا عندنا يعني اللي يعملوا ده بتوع الترامادول وغير الترامادول يبعتوا له ست مفيش مشاكل، واحنا عندنا رجاله الحكومه كلها بتريل اساسا على اي ست،
عادي تتصور معاه فيديو كلام من ده ويتمسك عليه سي دي يتهدد بيه. يبقى مطلوب من اي وزير او اي اعلامي او وطفر مسؤول في الدولة او لي منصب كبير في الدولة ان يكون امعة واندر كنترول وممسوك عليه حاجات. طيب لما نيجي نناقش في ناس من الوزارة مشت وفي ناس من الوزارة القديمة قعدت يعني وفي ناس من الوزارة القديمة قعدت لقوا مسكت مناصب أعلى من المناصب اللي هي كانت مسكة. طيب كمثال نمسك كامل الوزير. كامل الوزير ده شخصية كده لذيذة أوي أوي أوي، يحب يتكلم حلو أوي ويبتسم وتمام سيادة الرئيس وابتسامة جميلة وحبوب، شكله حبوب، لكن يفهم حاجة؟ لا ما يفهمش حاجة، ولا أبيض يا ورد، أبيض يا ورد. لدرجة إن في لما كان ماسك وزير النقل طلع في مرة في قطر من القطارات فلقى معوق من المعوقين اللي هم إصاباته كده اللي هم ليهم كارنيه إن هو مفروض ما يدفعش مواصلات. فالمعوق ده معاه واحدة مفروض على الكرسي بتمشي بيه، فبتحطه في القطر وتمشي بيه في القطر. فطلع قال له معاك تذكرة؟ لا، قال له أنا معوق يا سيادة الوزير، ما معيش، ما بمشيش بتذكرة، أنا معوق عندي إعفة. قال الست اللي معاها معاكي تذكرة؟ قالت لا، ما أنا مرافقة لي، أنا اللي بتحرك بيه في كل الأماكن. قال لا لا، هو معوق ليه إعفة، لكن أنت مش معوقة تدفعي. الله، طب ما هي بعينها، ما هو كمعوق محتاج اللي يرافقه ويمشي بيه، انت بتدفع تذكرة المرافق ما كأنك دفعته هو. لكن هي كده معناها ان احنا بنحفظ بس مش فاهمين، ومش فاهمين كمان روح القانون وروح الرحمة بيكون شكلها ازاي في الظروف دي. طب نيجي تاني لكامل الوزير. كامل الوزير ده من الناس اللي هي مضت على مشروعات ونفذت مشروعات تسببت في افقار مصر. ازاي مثلا؟ يعني ازاي مشروع المونوريل؟ انت لما تدرس وعايز تفهم موضوع لازم تعرف الاحتياج بمعنى ايه. انا محتاج في المكان ده شيء بعمله هذا الشيء، انا محتاج للمدينة دي صرف صحي بعمل لها صرف صحي عشان ما فيهاش صرف صحي، انا البلد دي ما بيعديش عليها قطر بمدلها مثلا سكك حديد للقطر عشان توصل لها الخدمة دي. المونوريل فكرته ايه؟ المونوريل كفكرة فكرته ايه؟ المونوريل فكرته انك انت، وانا جبت صور قبل كده بس مش هجيب صور تانية. المونوريل في الدول الاجنبية تكون في عمارات كبيرة يمين وشمال، في اختناق مروري وعايزين يمرروا مرور بس ما يمشيش على الارض، لان الارض يدوب بتكفي الاتوبيسات والتاكسات. فبعمل مونوريل اطلع بيه فوق بعلو اعلى من المباني بحيث المونوريل يمشي بيوفر لي وسيله جديده للنقل، وسيله جديده للمواصلات، وفي نفس الوقت ما شغلش حيز من المكان. لان بقى لما انا ببني مونوريل ببني ليه قواعد عميقه في الارض وبرفع عمدان قويه جدا وببني مسارات فوق قوية جدا يمشي عليها المونوريل. الله، تمام، يعني تكلفة أضعاف أضعاف القطر العادي، أضعاف أضعاف القطر العادي. بس الدول الأجنبية بتعملها ليه؟ عشان تفك زنقة مواصلات في المنطقة دي المزدحمة بالمباني والمزدحمة بالمواطنين واللي محتاجة وسيلة مواصلات، بيعملوا لها هذا المونوريل. لكن هذا المتخلف كامل الوزير ورئيسه، بس رئيسه مش بيعمل ده متخلف، لا ده قاصد يضيع فلوس البلد، رايح للصحراء يعمل لي مونوريل الصحراء. يعني انت بدل ما تعمل المونوريل في الصحراء لو عملت صبة وعملت خط سكة حديد هتوفر 90% من النفقات بتاعت المونوريل، او حتى خط مترو 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 عادي مترو هتوفر 90% من النفقات اللي بتعمل بيها مونوريل في وسط الصحراء. طب انت بتفضي لمين؟ فين الزحمه في الصحراء اللي انت بتعملها مونوريل؟ يهبل يا ابن الاهبل. لا مفيش، هو عايز يقلد يقول لك عندنا مونوريل. عندك مونوريل،
ده انت عندك شيزوفرينيا، ده انت عندك بوظان في دماغك. انت بتهدر فلوس الدوله، انت بتهدر فلوس الدوله. انت لو عملتها في مكان مزدحم اقول لك اوكي، لكن انت رايح تعملها بدون غرض في مكان فسيح ممكن تعمل فيه قطر، ممكن تعمل فيه مترو يوفر لك 90% من النفقات. ادي ادي كامل الوزير. وهيعمل ايه؟ هتشتغل ايه بقى؟ المودريل هيشتغل في الصحراء بالكهرباء، في الصحراء بالكهرباء. اه ده انت كده هتمدله بقى كهرباء ووسائل تغذيه على طول الطريق، دي تكلفه تانية. طب احنا بنقطع الكهرباء ساعتين وثلاثه، هنوفرها للمونوريل ازاي؟ انت واقع مع مجموعه بتدعي الجنان وبتدعي الغباء، ولكن هي قصده انها تهدر اموال الدوله وتغرق الدوله في ديون كبيره حتى تخضع هذه البلد لسياسات صندوق النقد بعد كده، وسياسات التقسيم بعد كده، واوامر الدول الكبرى بعد كده. ده مخطط حبيبي، لاني معلش يعني اغبى الاغبياء يفهم ده، لكن كامل الوزير نفذ المخطط. وعشان كده اترقى في الوزاره الجديده، وبدل ما يبقى وزير النقل والمواصلات بس، بقى كمان وزير الصناعه. وقال لك هقعد 8 ساعات في مكتب وزير النقل، 7 ساعات في مكتب وزير النقل، و7 ساعات في مكتب وزير الصناعه. ده ايه الوطنيه دي؟ يعني هتشتغل 14 ساعه في اليوم؟ ده ايه الجمال ده؟ طب هو فين الصناعه بعد ما وقفتوها والمصانع كلها اتباعت والمصانع كلها اتكهنت؟ لا، ما هو هؤلاء الاشخاص هم المنوط بيهم هدم هذه الدولة. يبقى اتكلمنا عن مواصفات الوزير، انه يكون امعة ملوش رأي، ينفذ بس اللي مطلوب منه، ويكون ممسوك عليه حاجات سواء فضائح جنسية او اختلاسات او واتفر. وهنشوف امثلة لما نمشي مع بعض حتة حتة. طيب، وزراء في تم استبعادهم، اكتر وزير، اكتر من وزير تم استبعادهم، منهم الوزير الدفاع محمد زكي. ولو ان محمد زكي لا بيقدم ولا بيأخر ولا في ايديه حاجة يعملها، وكان قاعد برضه بيهز دماغه، لكن تم تغييره. ممكن يكون محمد زكي ظروفه الصحية تعبانة، ممكن لأجل هذا السبب تم استبعاده، ممكن جدا. لكن لما نيجي لشخصية تانية زي أسامة عسكر، ولما أقول أسامة عسكر عايزكوا تحطوا 100 خط تحت اسم أسامة عسكر، لأن أسامة عسكر ضيع استثمارات للدولة واتنهبت استثمارات للدولة على أيديه من منطقة سيناء، يقال أن اتخذ منه في 10 مليار اخدها عشان يعمل ينفذ حاجات اختلس معظمها. وفي ناس بتقول لك ان 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 اسامه عسكر ده وصلت اختلاساته في خلال فتره عمله مئات المليارات، سيبك من العشرة مليار، مئات المليارات. حصل ايه بقى؟ حصل ان اسامه عسكر اقاموه اقامه جبريه في فندق الماسة، خضع تحت الإقامة الجبرية واتهم بالاختلاس، ونزلت الصفحات قالت الكلام ده إنه متهم بالاختلاس. حصل إيه؟ حصل إن السيسي بعت له رجالته، وحسين طنطاوي اتوسط لأسامة عسكر، هتتم مفاوضات بحيث يرجع جزء من المليارات اللي بعتها لبنوك الخارج. بنوك إيه؟ بنوك الخارج، عشان يقدر تتفك منه الإقامة الجبرية ويقدر ينعم بالحرية، لابد انه يرجع جزء من اللي هربهم للخارج. فعلا سام عسكر رجع جزء كبير من اللي هربهم للخارج. طب الفلوس لما رجعت دخلت فين؟ لا ما تسألش، اوعى تقول ميزانية الدولة، اوعى اوعى، انسى انسى. دخلت فين؟ دخلت في جيب السيسي.
هيقول لك دخلتها الصناديق، بس ما فيش حد يقدر يعرف اللي جوه الصندوق. سرقوا الصندوق يا محمد، لكن مفتاحه معايا. الصناديق اللي بيتحكم فيها اكتر من صندوق رئاسي السيسي، وطالما في فلوس دخلت الصندوق يبقى بالهنا والشفا. انت ما بتعرفش عنها حاجه، انت ما بتعرفش عنها حاجه، لدرجه ان حتى محمد معيط وزير الماليه لما طلع اتكلم بيقول انا ليا السيطره على 50% من ميزانيه الدوله، 50% فقط من ميزانيه الدوله، ال 50% الثانيه انا ما اعرفش عنها حاجه، دي تحت قياده او تحت سيطره رئاسه الجمهوريه والجيش. تخيلوا بقى ان ضرايبك، ميزانيه الدوله، اذا كان قناه السويس او اذا كان سياحه او اذا كان بترول او اذا كان كهرباء او غيره، 50% بس منها اللي تحت اداره وزير الماليه، الباقي لا. ليك انك انت بقى تفكر الدوله دي ماشيه ازاي، وانت ما تسالش ما تناقش جهاز المركزي للمحاسبات، رئيسه ابن السيسي، الرقابه الاداريه رئيس ابن السيسي، يبقى انت حتى هتسال فين؟ لا جهاز مركزي محاسبات ولا رقابه اداريه هيقدر يقول فين الفلوس ولا تلت التلاته كام. فهو جمع كل السلطات تحت ايده، تحكم في المخابرات تحت ايد ابنه محمود رئيس، سيبك من عباس كامل، عباس كامل ده منظر، لكن متحكم الرئيسي في المخابرات هو محمود السيسي، وباقي الهيئات وطبعا غيره، في مستشارين ليه في الجهاز المركزي، قرايبه اخوه وعيلته موزعهم، وطبعا هم عيون ليه. غير كده هو سواء وزراء او محافظين، لا لازم ينفذوا كلمته بالحرف وما لهمش اي راي غير ارائه. طيب هنا هنقف على نقطه واحده بس. يبقى اسامه عسكر اللي كان مختلس فلوس واتهم بالاختلاس، يعني فاسد، لا جابه بعد ما تفاوض معاه واخد منه فلوس السيسي ورجع منه فلوس، جابه عينه رئيس اركان. يبقى احد شروط تولي رتبه في وزاره السيسي انه لازم يكون الشخص فاسد. متفقين مع بعض؟ وجاي لك، احنا جايين، احنا مع بعضينا النهارده وهنتكلم ونتناقش وحاجات كتير قوي. نيجي لواحد اسمه اللواء عادل الغضبان. اللواء عادل الغضبان ده مسك محافظ بورسعيد 2015، سنة 2015 مسك محافظ بورسعيد، لكن خرج في التشكيل الوزاري الجديد بتاع 2024 زي ما أسامة عسكر خرج. حد هيقول لي أسامة عسكر خرج كان ممكن يعمل حاجة، كان ممكن غيره، كل شيء وارد، كل شيء وارد. طب حد يقول لي طب ما أسامة عسكر ممسوك عليه حاجات، ليه ما عينهوش وزير دفاع؟ ما هو يخشى ان لو بقى وزير دفاع انه يتلافى الرئيس وعيال الرئيس في ليلة كده ويعمل انقلاب عليهم وكل سنة طيب يخلص منهم وما يعرفوش يقولوا له انت كنت ايه ولا بتعمل ايه قبل كده. فخوف برضه، لان معروف ان أسامة عسكر الى حد ما نصاب وفاسد، لكن كان قوي، ممكن يعمل اي حركه وممكن يعمل انقلاب، وارد جدا. طيب اللواء عادل الغضبان اللي مسك بورسعيد 2015 كانت ايه المواصفات المحببه فيه ان هو يبقى محافظ؟ ما هو لازم كل واحد مسك منصب لازم يكون عمل خدمه فاسده قبل كده. نعرف ان اللواء عادل الغضبان كان الحاكم العسكري لمنطقه القناه بما فيهم بورسعيد، وكان ليه دور في المذبحة اللي حصلت ضد الألتراس في استاد بورسعيد، المذبحة اللي اتقتل فيها شباب كتير جدا من الألتراس. ده مش كده، الألتراس دي تمت في 2012، لا ده كمان في أحداث حصلت في بورسعيد واتقتلت فيها ناس في مارس 2013 كانت تحت إشراف اللي هو عادل الغضبان اللي كان حاكم عسكري ساعتها. طيب لازم نكافئه، راجل شارك في
في مذبحة ضد استاد ضد الألتراس في استاد بورسعيد. الألتراس كانوا ضد السيسي وضد المجلس العسكري وضد الكل تحت قيادة حسين طنطاوي ومعاه السيسي، تم الكلام ده. طيب مكافأة للوعد الغضبان اللي عمل مذبحة أو كانت تحت إشرافه مذبحة بورسعيد وأشرف عليها، لا عينه بعد كده محافظ لبورسعيد من 2015 لغاية النهاردة، يعني حوالي ماكسيمم حوالي 10 سنين. طب ده بيفكرنا بحاجة، أي مرتشي أي فاسد أي قاتل بينفذ طلبات السلطة بيترقى زي مين؟ ما نفتكرش الراجل اللي اسمه خالد عبد الحميد اللي كان رئيس مباحث، واللي لما اتقتل الان بقى بيفانيوس، كان هو مشرف على التحقيقات في قتل الان بقى بيفانيوس، وهو اللي ضغط وعذب ابونا الراهب اشعيه وشربوا مواد مخدره وكان بيقلعوا بلبوس وسابوا 48 ساعه لدرجه انه عمل ببيع على نفسه. خلى اشعيه تحت اثار التعذيب بالكهرباء يعترف بقتل الانبا ابي فانس اللي هو اساسا ما قتلوش. وانا شرحت عملت 10 فيديوهات، قال لك ماسوره اللي قتلته، ونكتشف من التحليل وصور الجثه ان راس الانبا ابي فانس اتفتحت وطلع المخ بره، غير كده ان في نغزات جوه عميقه بفتحه 2 سنتي لجوه في الرقبة، أكتر من 4-5 غزات، ما تعملهمش ماسورة مدورة كده، دي حاجة رفيعة لازم تدخل زي السنكي، تدخل جوه وتخرم. لكن تقارير الطب الشرعي تم طبخها. أول تقرير عمله طبيب شرعي مسيحي قال لك إن القاتل أشول والمواصفات دي لا تتم على الانبا على الراهب اشعيا، وقال لك كمان ان الاله مش ماسوره، لا دي اله حاده ومش اله واحده بس، اكثر من اله. اخذوا التقرير بتاعه رموه وقالوا له متشكرين يا عم الطبيب المسيحي، شكرا، معاش مبكر. وجابوا اكثر من واحد بعد كده، كل واحد كان يعمل تقرير متضارب مع الاخر، لدرجه في الاخر بقى جت الرئيسه بقى عمل التقرير جديد زي ما الدولة عايزة. رابع أشعياء أثناء التعذيب كان بيقول لخالد عبد الحميد اقفله اقفله، فالناس قالت لك بيقول له اقفله اقفله ايه، هو بيسجل الاعتراف، قال لك ده بيقول له اقفله اقفله على الكاميرا. لا، لو الكاميرا اللي بتسجل كان قال له اقفلها اقفلها، لكن هو كان بيقول له اقفله اقفله جهاز الكهرباء اللي كان راكب في اماكن حساسه من تحت، اقفله، لانه جهاز مذكر يقول له اقفله اقفله، مش اقفلها اقفلها. ما قالوش اقفلها اقفلها، لو الكاميرا كان قال له اقفلها اقفلها، لكن بيقول له اقفله اقفله على الجهاز، لان الجهاز مذكر والكاميرا مؤنثه. طيب خالد عبد الحميد واللي يدل لك على اساسا قتل الانبا ابي فانيوس ده مدبر من قبل الدوله، ان الرهبان لما لقوا الجثه بينقلوها، يعني اللي لقوا الجثه التنين اللي لقوا الجثه اول ناس صحيين في الفجر بينقلوا الجثه للعياده، لقوا 2 من المباحث جايين منتظرين في العياده، دول عندهم معلومات ان في حد اتقتل ومحدش كان اتصل من الدير. مين اللي قال للضباط دول يستنوا في العياده بتاعت الدير؟ داخلين لسه بيدخلوا التنين، لقوا الناس مباحث، وكانت باقي الرهبان في الدير ما يعرفوش ان ابي فانوس اتقتل. هم بيسبقوا يروحوا يشوفوا الدنيا فيها ايه، او ممكن يكونوا كانوا مع القاتل اساسا ودخلوا عشان ينتظروا ويسبقوا العمليه. في البدايه ما كانش هيتم تلبيسها للانبا للرهبان، كان هيقولها حد من حمص، وطلع طلع احد الاقباط اللي هو على علاقه اعلاميه بجهاز المخابرات، قال لك منظمه حمس في سيناء اعلنت مسؤوليتها عن قتل الانبا بفانيس. في الاخر فكروا قال لك ليه نقول حمس ومش حمس،
ما نلبسها للرهبان واحنا مسجلين مكالمات بينهم وعارفين كل حاجة عنهم، نلبسها الاتنين بيكرههم، خصوصا ان في مشاكل جوه الدير. الراهب عشقية مش ما كانش راهب مثالي. كان عنده فساد مالي، كان بيتاجر في الاراضي. كانت عنده خطايا شخصية، لكن الراهب عشقية ما قتلش الانبا بفانيس. الانبا بفانيس تم قتله من قبل الدولة، وتحت تعذيب خالد عبد الحميد اعترف الراهب اشعياء بانه قتل وهو ما قتلش. طب خالد عبد الحميد اللي هو ارض الساسه ونفذ لهم مخططهم، يتم ايه؟ لازم يتكافئ. يتكافئ ازاي؟ يبقى رئيس مدير امن محافظه الاقصر على طول كده. طالما انت نفذت اقوال الساسه واللي عايزينه الساسه تترقى. خالد عبد الحميد بقى مدير امن الاقصر. محافظ الاسكندريه الحالي اللي اتعين في الوزاره الجديده عليه من اكتر من سنه قضايا فساد واختلاس. طب اتعين ليه في الوزاره الجديده بتاعت مبلول الحاليه 2024؟ عشان ممسوك عليه حاجات، فلازم تبقى عينه مكسوره ويبقى قمعه وتحت السيطره وتحت الكنترول، يعمل اللي هي عايزاه القياده السياسيه. سامع عسكر كان مختلس بقى رئيس اركان سابقا، عادل الغضبان شارك في مذبحه بورسعيد فتعين محافظ لبورسعيد، خالد عبد الحميد شاهد اساسي، مش شاهد اساسي، مش هنقول شاهد اساسي، شاهد اساسي ايه؟ طرف اساسي في اغتيال الانبا ابي فانيس والطرمخه على قضيته، على قضية قتل الأنبا أبي فانيس، اترقى من مدير مباحث لمدير أمن الأقصر. محافظ الإسكندرية عليه قضايا اختلاس، اتولى دلوقتي محافظ الإسكندرية مع أنه عليه قضايا اختلاس سابقا. يبقى المواصفات أنك أنت عشان تمسك منصب لازم تكون إمعة ولازم تكون بتنفذ المخطط تماما. طيب، في شخصية في الوزارة القديمة فاسدة واستمرت في الوزارة الجديدة، مين؟ وزير الداخلية محمود توفيق. محمود توفيق اللي كل جرائم النظام هو متستر عليها، كل جرائم القتل اللي بتحصل من الضباط سواء في الأقسام أو برة بيتستر عليها وبيطلع الضباط أبيض يا ورد. محمود توفيق بيتستر على قضايا خطف الأقباط، خطف القبطيات والأقباط، وسايب المساعد ليه عادل جعفر هو وأخوه المستشار في الغردقة فرع أساسي لخطف القبطيات وخطف الأقباط لإرضاء الأزهر وإرهابي الأزهر. يبقى وزير الداخلية محمود توفيق قاعد لأنه مجرم، ما يختلفش عن السيسي كتير، نفس صفات السيسي، فده لازم يستمر بينفذ مخطط الأزهر، بينفذ مخطط السيسي، بيعتقل الناس اللي هي بتخرج عن السيسي أو اللي تتكلم أو تكتب بوست على السيسي في الفيسبوك. طيب لما نيجي نفكر، هو شال وزير الدفاع، هل يحق لي ان يشيل وزير الدفاع ويشيل رئيس الاركان في نفس الوقت؟ لا، مش صح، مش صح لسلام الدولة. مفروض انك في حاجة اسمها تسليم وتسلم، ما تشيلش وزير دفاع ورئيس اركان مرة واحدة، لان كل واحد لازم يفهم التاني. يعني ايه؟ يعني مثلا شلت رئيس الاركان تخلي وزير الدفاع عشان يفهم رئيس الاركان وظايفه، شلت وزير دفاع رئيس الاركان ممكن يفهم شويه حاجات، مبادئ، مستندات، تقييمات للوضع لوزير الدفاع، لكن تشيل الاثنين مع بعض دي غريبه. ده غير كده، انت ازاي تشيل وزير دفاع وزير ورئيس اركان بدون استشاره المجلس العسكري؟ دي مخالفه تانية، ضد الدستور وضد القانون. يعني مفروض ان انت
مجلس العسكري ممكن يقوم بانقلاب على الرئيس، لانه شال وزير الدفاع ورئيس الاركان بدون الرجوع ليه، لازم يرجع له. ولازم لما يختار وزير دفاع جديد او رئيس اركان يختارهم بناء على استشاره المجلس العسكري. في اخبار سمعتها بتقول دلوقتي انه حتى المجلس العسكري شاله، ان حتى اعضاء المجلس العسكري القديم شالهم. هنا بيبين لك ان هو ده لا ده حاكم طاغوت، ما فيش حد بيقف قصاده. وايه كميه الفساد اللي موجوده، ان ما حدش قادر يفتح بقه بكلمه، ما حدش قادر يفتح بقه بكلمه ولا يقول انت بتعمل ايه. طيب نشوف كده ايه اللي بيحصل. يعني هل الجيش كله دلوقتي راضي عن السيسي؟ لا لا، مش الجيش كله راضي عن السيسي، في ناس كتير قوي غير راضي عن السيسي، وفي ضباط كتير غير راضين عن السيسي. والدليل على كده ان في حوالي 22 ضابط في الفترة السابقة تم اعتقالهم، تم اعتقالهم، ويمكن من بداية السنة، يعني من بداية سنة 2024 تم اعتقالهم. لدرجة ان الضباط طبيعي ان اهلهم كانوا يزوروهم وكده ويسمح لهم ان اهلهم يزورون كل اسبوع. لا، ده جابوا لهم واحد اسمه اللواء اشرف شريف، منع عن الضباط اللي ضد السيسي زيارات، وبهدل يعني لو بتدي لهم ملابس او اكل من بره، لا قطع لهم هدومهم، وما فيش اكل ياكلوه من بره، ياكلوا اكل السجن. لو جاي لهم بطانيه من بره، لا البطانيه السوداء بتاعت السجن المعفنه دي، ويقعد على الارض. وهذا اللواء اشرف الشريف بيشرف اشراف كامل على تعذيب الضباط دول، تعذيب تعذيب تعذيب. يعني معروف ان الضابط لما الضابط العسكري لما يتحكم عليه بيروح للمحكمه العسكريه، وممكن المخابرات العسكريه برضو تحاكمه، لكن ما بتضربوش. ممكن تشتموا لكن تنتهكوا جسديا وتضربوا ما بيحصلش. لا، دلوقتي بيحصل في الضباط المعتقلين. الضابط المعتقل بيتضرب في الجيش، بيتضرب ويتبهدل وبتتهان كرامته، زي اللي بيحصل في فيلم الكرنك. لو شفتوا فيلم الكرنك اللي مثلوه مجموعه معروفه، فيلم الكرنك سعاد حسني ونور الشريف وعادل امام، مجموعه كبيره قوي، احضروا فيلم الكرنك. بيحصل حاليا اللي بيحصل، اللي هو اشرف الشريف اللي هو كان اللي هو مساكينه رئيس هيئه تنظيم والاداره في القوات المسلحه، رئيس هيئة تنظيم الإدارة في القوات المسلحة، هو دلوقتي مسؤول عن السجون وبيعذب الضباط في السجون تعذيب كبير. والضباط دول اللي هم ساروا على السيسي وقالوا رأيهم، مجرد انهم يقولوا رأيهم، اوعى تفتكر عملوا ولا طلعوا بسلاح، فكروا بس اتكلموا مع بعض ضد السيسي، واتنقلت لهم من العصافير، والحكومة مسكتهم اتحكمت عليهم احكام 10 سنين و15 سنة و20 سنة سجن. ده يدل لك على ان جوه الجيش لا، في ناس ضد السيسي. طيب لما نيجي نسال، يعني واحد زي مثلا عباس كامل، لا مش عباس كامل، اللي هو كامل الوزير، اللي هو مسكوه وزير النقل، وزير النقل والصناعه وزارتين. ليه؟ هم مش لاقيين ناس. في ناس شرفاء كتير اتعرضت عليهم المناصب انه يكون وزير صناعه، رفضوا، لان كان من الشروط انه يكون امعه، رفضوا يمسك الوزاره. غير كده في ناس كتيره فاهمه قوي وعارفه ان الحكومه ساقطه، ميزانيه البلد ساقطه، وان البلد ماشيه في طريق ملوش رجوع. قالت لك لا، ما نخشش احنا في المزمار ده ونشيل الليله بعد كده، لو قامت حاجه ولا قامت ثوره ولا نشيل الفساد اللي هو موجود. ففي ناس كتير ما رضتش تقبل كراسات وزاريه او مناصب وزاريه. انا من هنا بوجه كل تحيه لكل انسان رفض حقيبه وزاريه. كل انسان رفض حقيبة وزارية أنا بقدم له كل تحية، لأنه إنسان محترم، لأنه كان مطلوب منه أنه يعيش إمعة ولازم يكون فاسد ويعيش فاسد، فهو رفض ده.
طب في يعني ناس كتيرة تقول لك طيب ليه ما عرضوش مناصب وزارية على مسيحيين؟ ما ينفعش، لأن المسيحي بيخاف فبيكون أمين، لأن المسيحي بيبقى ماشي أمين وفي السكة أمين وما بيسلمش، فما بالك لما يمسك منصب وعايز ينفذ بأمانة هيلبسوه مصيبة. يعني لو فكرنا في رؤوف بطرس غالي اللي هو الممثل ده اللي مسجون حاليا، اتهموه ان هو عنده طبعا عيلة بطرس غالي عندها اثار من زمان كأنتيكات في البيت، الظاهر طلبوا منه طلبات كده ما وافقش عليها، دخلوا على البيت لموا الحاجات دي وقال لك ده بيتاجر في الاثار، مع انه محافظ على اثار في بيته كأنتيكات ما بيتاجرش فيها. لبسوه قضية رؤوف بطرس غالي وسجنوه في السجن عشان مسيحي، مع انهم هم والريس وعيال الريس والشلة دي كلها كامل وزيره وغيره بيتاجروا في تهريب الآثار وتهريب المخدرات وتهريب السلاح وتهريب الأشخاص عبر الحدود، لكن لا هم يتاجروا، انت لا، انت نستغلها عليك وندعي عليك ما ليس فيك لو عايزين نلبسك قضية، لو عايزين نلبسك قضية. هكذا تدار الأمور في بلادي، هكذا تدار الأمور في بلادي. حقيقة أنا لما بقعد أفكر، يعني أشرف الشريف اللي هو بيعذب ضباط المساجين، شوفوا يا جماعة أي اسم تجيبه من مؤسسة عسكرية هتلاقي شخصيته عكس اسمه، فكر فيها كده. أي شخص تجيبه من أس... ودي تجارب عن طريق الزمن، يعني أي شخص من مؤسسة عسكرية تجيبه تلاقي شخصيته عكس اسمه، بمعنى بيقول لك كل إنسان ليه جزء من اسمه، يعني اللي اسمه جميل تلاقي جميل، واحدة اسمها بسمة تلاقيها فعلا مبتسم، واحدة اسمها وردة ممكن تلاقيها وردة، مفروض يعني لا احنا بنبص نلاقي ان الشخصيات اللي في المناصب القيادية والسياسية لا تلاقي في مصر تلاقي اسمه عكس وسيم، تلاقي اسمه مفروض وسيم، لا تعالى كده نبص تلاقي اللي ماسكين في مناصب يقول لك اسمه الطيب تلاقيه مش طيب، العكس تلاقيه شرير وتصرفاته كلها شريرة. تعالى في القديم كده أشرف الشريف ما فيهوش شرف، أشرف شريف اللي هو ده اللي هو ماسك هيئة التنظيم والإدارة في القوات المسلحة اللي بيعذب، الشرف منين؟ جبت الشرف منين؟ ما فيش. صفوة الشريف الشريف منين شريف؟ وهو كان بيعمل عمليات السمو الروحاني وعمليات الكنترول وكان بيغتصب البنات والستات وشغلهم، شرف منين؟ وكان بيصورهم، شرف منين؟ وصور سعاد حسني. لا القيادات، تعالى عبد الناصر المفروض يكون بتاع النصر، عبد الناصر ده هزايم، كل الهزايم جت في عصر عبد الناصر. عبد الفتاح، يعني عبد الفتاح بقى فتاح، عبد الفتاح السيسي، عبد الفتاح يا فتاح افتح علينا يا رب، لا ده قفلها، جاب ظرفها، جاب الفقر للبلد. عشان كده انا بقول لك انك يعني من القياده العسكريه لو جالك اي حد، لو عبد السلام هتلاقيه ظالم، عبد المؤمن هتلاقيه كافر، عبد الصبور هتلاقيه ما عندوش صبر، عبد الرؤوف هتلاقيه ما عندوش رحمه، دول بتوع المناصب العسكريه، الاسم عكس الصفة خالص. لما نبص للرئيس السيسي طلع لك كده يقول لك الرئيس السيسي يصدق على بناء معبد يهودي بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 3 مليار جنيه. الرئيس السيسي بيصدق على بناء معبد يهودي بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 3 مليار جنيه. أنا
أنا مش ضد الديانة اليهودية، بالعكس كل إنسان محتاج إنه يمارس الديانة بتاعته، وعندهم معبد يهودي في مصر وبيروح يمارسه، لكن إنك أنت تعمل معبد يهودي في العاصمة الإدارية بتكلفة 3 مليار وأنت عندك كان يهودي في مصر، عشان تعمل معبد كبير بتكلفة 3 مليار، ولا أنت في مخططك في يهود جايين في المستقبل كتير تعمل لهم معبد يهودي؟ أنا مش ضد الديانات، بالعكس أنا بحترم اليهود وليهم حرية خالص، لكن أنا غيور على بلدي وتراب بلدي. 3 مليار ليه؟ ليه 3 مليار؟ أنا برضو على نفس الكلام، أنا ضد بناء الكنيسة في العاصمة الإدارية والكاتدرائية في العاصمة الإدارية. هتخدم مين؟ مفيش حد هناك. ما بتصلاش فيها قداس واحد. وحتى الجامع اللي اتبنى في العاصمة الإدارية ليه؟ إحنا في كل حي في جامع واتنين. نصرف مليارات ليه ونجف وأكبر نجف وأكبر، كل ده كلام فاضي. أنا عايز أكل الناس الجعانة. فخبر زي ده لوحده بيدل لك على إن الراجل ده فعلاً عايز يفقر هذا الشعب. نفتكر ان احنا قبل الرئيس السيسي ما يجي كانت ديوننا 40 مليار. 40 مليار في عصر السيسي اللي هو جاي لنا، لا ده الديون زادت 300 مليار. زادت، ويا ريت زادت ال 300 مليار انا وخليت الشعب يتنفس، لا ده كل حاجه غليت. كهرباء بتتقطع. الناس مش لاقيه تاكل. الناس بتشتكي. زودت المديونيات وزودت الأعباء على المواطن البسيط. الكذب الفظيع اللي لما يطلع يقول أنا ما قلتش إني أنا ما وعدتكمش برفاهية ولا بنمو. طلع البوستات دي موجودة. يقول لك في 2014 قال لازم أغني الناس الأول، لما عمل الحركة دي لازم أغني الناس الأول، ده في 2014. في 2014 برضو بيقول اصبروا سنتين وحاسبوني، اصبروا سنتين وحاسبوني. بعد كده عدلك على الكرسي وقال لك انا ما حدش يحاسبني، يحاسبني ربنا، انا اللي يحاسبني ربنا. يقول لك اصبروا سنتين وتعالوا حاسبوني، يقول لك بعد كده حاسبني ربنا. 2016 قال اصبروا عليا 6 شهور بس، 6 شهور بس. 2017 بيقول انا لا ابيع لكم الوهم، انا ما ببيعش لكم الوهم، انا لا ابيع لكم الوهم. 2017. 2018 بيقول اصبروا اصبروا وهتشوفوا العجب العجاب. احنا فعلا شفناه، احنا شفنا على ايديك العجب العجاب. 2018 بيقول هتشوفوا دولة تانية في 2020، هتشوفوا دولة تانية في 2020، في 2020 هتشوفوا دولة تانية. سنة 2021 بيقول كنت دائما صادق وأمين معكم، كنت دائما صادق وأمين معكم. واضح، واضح الصدق ده في 2021. في 2022 قال لم أعطيكم وعود جميلة في 2014. طب هو في أكتر من كده كده؟ في أكتر من كده كده؟ هنا أنا بقولها كلمة وحطوها في دماغكم حلقة. لا كرامة للمصري في مصر إلا بعد زوال الحكم العسكري. لن تكون هناك كرامة للمصري جوه مصر أو حتى بره مصر إلا بعد زوال الحكم العسكري. طب يا دكتور، أنت عايز ثورة؟ ولا عايز فوضى؟ ولا عايز انقلاب؟ وهو الأفضل؟ هل الثورة مطلوبة أو الفوضى أو الانقلاب؟ طيب احنا لما لازم نفهم الفرق بين الثلاثة، ايه الفرق بين الثورة والفرق بين الفوضى والفرق بين الانقلاب؟
الثورة إن هي مجموعة، ممكن يكون الشعب، ممكن يكون فئة مدعومة من الشعب، ليها برنامج سياسي وخلفها قيادة سياسية وعارفة هي عايزة ايه، واحد اتنين تلاتة اربعة، ومتى حصل الإطاحة بالنظام من سيتولى إدارة الأمور وكيف ستتم. دي الثورة، والثورة لما بتقوم بتقوم من أجل هذه الأهداف فقط، ليست لأهداف شخصية. 23 يوليو ما كانتش ثورة، كان انقلاب، لأن كان لها أهداف شخصية، كان لهم مصلحة، كل واحد فيهم بقى بعد كده باشا، لغوا الباشوية وشالوا الملك، وبعد كده بقى كل واحد فيهم ملك. الثورة لما بتقوم ما بتخربش، مش مفروض تخرب، مش مفروض تدخل على المحلات والمولات وتكسر وتسرق، دي ما تبقاش ثورة، هنا بقت فوضى. يبقى الثورة لما بتخرج بتبقى منظمة، بتنادي وبأعلى صوت وتجمع كبير، وبيطلع بإسقاط النظام وتولي نظام جديد، طبعا نظام مدني أو نظام علماني. الفوضى لا، دي مجموعة بتطلع زي ثورات الجياع مثلا أو غيره، ما دي تعتبرش ثورة، دي الفوضى. تطلع مجموعات بقى احرق كسر دغدغ اقتل موت، دي الفوضى، ودي اللي احنا لا نرجوها لمصر، لان اللي هيدفع ثمنها الشعب. وانت لما بتكسر مصلحة ولا بتكسر شركة ولا بتكسر مول، ما دام من مال الشعب اللي بيستفيد منه الشعب، ودي مقدرات للشعب، فالفوضى دي خراب، ده احنا ما بنطلبوش. طب ايه الانقلاب؟ الانقلاب ان مجموعة من العسكر بتقوم بحركة في اليولة، زي كده يوسف الصديق. يوسف الصديق اساسا عمل كل حاجة على فكرة، لا 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 عبد الناصر عمل حاجة ولا السادات عمل حاجة، هو يوسف الصديق اللي طلع وتحوط القصر الملكي وعمل كل حاجة، وجي عبد الناصر وعبد الحكيم عامر، وبعدها بشوية قالوا له الله انت قدمت الميعاد، ده احنا كنا فاكرين بعد ساعتين، كان هو يوسف الصديق خلص. ومع ذلك يوسف الصديق اول واحد سابها لهم ومشي. ثورة انقلاب 23 يوليو، انقلاب 23، بتطلع مجموعة الانقلاب، ما بيكونوش كبار ولا لواءات ولا رئيس اركان، لا رتب صغيرة، عقداء، وانت نازل مجموعة ضباط بيطلعوا بدباباتهم بغيره بيخلص الليلة. طب هل ده هو الافضل؟ ايه الافضل؟ الثورة او الانقلاب؟ طب هل الشعب عنده استعداد يعمل ثورة؟ الشعب اعتقد في الوقت الحالي تعبان، ما يقدرش يعمل ثورة الا اذا حصلت، الله اعلم ممكن تحصل. طب الانقلاب، انقلاب ممكن يحصل. طب الانقلاب لو جه هيجيب حكم عسكري تبقى مصيبة، لكن لو الانقلاب قام على اساس مدني وعلى اساس يجيب ونخلص بقى، خصوصا ان الرتب دي اللي هي من العقداء لغايه تحت دي ما بتاخدش مرتبات او هبات كبيره زي بتوع المجلس العسكري وغيره، فممكن يقول لك عايزينها دوله مدنيه ما فيش اي مشكله، ونرجع سكناتنا زي ما كان عايز محمد نجيب زمان، وارد جدا. طيب الانقلاب لو جه الحكومة مدنية مش وحش، كويس، والثورة لو جابت حكومة مدنية كويس، أما الفوضى فلا ندعو لها، والتخريب في البلد لا ندعو لي. طب هل السيسي مش خايف؟ لا السيسي خايف، السيسي خايف، والدلالة على خوفه أن الجمعة، يوم الجمعة اللي هو النهاردة، الناس طلعت من الصلاة لقت مدرعات جنب الجوامع، لان كان في نداءات وما زالت النداءات موجوده ان عايزين من 12/7 الناس تطلع من الجوامع وتعمل ثوره 12/7 اللي جاي، في ناس بتنادي لده، فهو سبق من دلوقتي الناس طلعت من المساجد لقت في مدرعات جنب المساجد، حركه ارهاب، حركه قمع، حركه تخويف، قول زي ما انت عايز. هل هذا يمنع؟ انت عايز ناس في 25 ديسمبر
ثورة 25 ديسمبر اتعلمت تطلع وتعلمت ترش الإزاز بتاع المدرعات بالدوكو وتعلمت تمسك مولوتوف وتعلمت تمسك لما هيزيد بيها هتخاف من مدرعة أو اتنين أو تلاتة، الله أعلم. طب احنا نطلب ايه؟ احنا نطلب السلام لمصر، الأمن والأمان لمصر، ان مصر ما تقعش في مصيبة ولا في خسارة. نطلب الأمن والأمان لمصر، ونطلب لمصر الخلاص من حكم النظام العسكري. ازاي؟ ربنا كبير، حتى لو البشر عجز فالله ليس بعاجز، يعني الله ليس بعاجز. دي اول جزئية اتكلمت فيها معاكم، ولو فيها اي اسئلة حضراتكم حطوا اسئلتكم وانا هجاوب لكم عليها كلها. طلع خبر كده العنبة أرمية بيتكلم عن معاهدة امان مدينة السلام. انا مش هقرا المقال، ولكن ملخصه ان الانبا ارميا بيشكر في العهده العمريه، بيشكر في العهده العمريه. حقيقه انا ما رضيتش اطلع واجيب بقى نصوص العهده العمريه من تاني واقراها واجيبها، فنزلت لكم العهده العمريه فيديو من كام يوم، نزلت لكم الفيديو ده، انا كنت عامله قبل كده برد فيه على عدلي منصور لما كان بيسيب منصبه كرئيس مؤقت وبيسلم عبد الفتاح السيسي، فذكر معاملة المسيحيين حسب العهدة العمرية، فرديت على عدلي منصور ومسكته وستفت له العهدة العمرية وشرحت له مساوئها، لكن ملخصها الآتي كمباني مسيحية، انك انت لا يحق لك لو عملت بلد جديدة انك انت تقيم كنيسة، وانك اللي يتهدم من كنيسك ما تبنيهوش تاني، وانك انت توقر المسلمين، يعني لو انت في مكان وقاعد ودخل عليك مسلم تقوم له وتقعده مكانك، انت درجة تانية، وانك انت لو بتصلي ما تعليش الناقوس او الجرس بتاعك، ولو في مسلمين دخلوا الكنيسة لا ما تقولش حاجات من الصلوات بتاعتك في وجود المسلمين العهدة العمرية، وان ما يطلعوش شعانين، ما يطلعوش في الشوارع يحتفلوا بأديانهم بأعيادهم زي احد الشعانين، وحتى لو ماشي في الشارع تشمل تاخد لك جنب، دي العهدة العمرية، وانك حق المسلم لو نزل عندك في الكنيسة تضيفه 3 ايام اكل وشرب، حاجات كتيرة كلها فيها امتهان لحقوق القبطي، وانه درجة تانية درجة 10. فلما يطلع يعني الانبا ارميا احنا ما خلصناش من انه هيحافظ على السنة النبوية اللي بتعتبره كافر وبتعتبره نجس وبيحافظ عليها، لا ده جاي يقول لك معاهدة هتقعد تطبل لمين يا انبا ارميا والامتى؟ شكلك بقى وحش قوي، شكلك بقى وحش قوي، بقيت معرض تعريض عالي، تعريض عالي، عيب عيب عليك يا انبا ارميا الكلام ده، اختشي اختشي شويه. أما عمر بن الخطاب يعني هتقول الفاروق والخليفة العادل، لا عمر بن الخطاب لو عايز تاريخه ابحث دور، لو أنت مش عارف تدور خش على عند حلقات العلمانيين اللي هم لا مسيحيين ولا مسلمين، وشوفهم بيقول لك إيه تاريخ عمر بن الخطاب كله، كان إيه وكان بيعمل إيه، أخلاقياته كانت إيه، سلوكياته كانت ايه، سيبك بقى من العبقريات وعبقريه عمر والكلام ده كله تزوير، لا عايز تعرف، لا في قنوات شغاله بتبين لك تاريخ عمر بن الخطاب ايه
ونظام الدوده التي لا تهدأ الا بماء الرجال ايه، وكلام من هذا القبيل. دور في الحاجات دي واعرف. الفكره ان انا هنا دلوقتي الانبا ارميه بيقول الكلام ده، بيطلع علمانيين. علمانيين، ما هو العلمانيين يا جماعه كذا نوع، يعني حتى في مسيحيين علمانيين، يعني في المسيح اللي بيصلي في الكنيسه وهو مسيح ومؤمن بالايمان المسيح اسمه علماني. الملحدين بيعتبروا نفسهم علمانيين برضه مع انهم مش مؤمنين باديان. فممكن تقول انت علماني، علماني مسيحي، ممكن يبقى علماني مسلم لو متنور زي ابراهيم عيسى، ممكن تقول عليه علماني مسلم. وفي علماني لا ديني، بدل ما نقول كلمة ملحد، لأن أغلبية الملحدين مش بيقولوا ما فيش الله، هو لا أدري، يقول لك أو علماني لا أدري، هو لا يدري إذا كان في الله ولا لا، ما عندوش إثباتات عن وجوده أو عدم وجوده. فلما تيجي تتكلم عن السنة النبوية اللي أنت بتدافع عنها يا أنبا أربية، أو العهدة العمرية اللي أنت بتدافع عنها يا أنبا، ويطلع لك علماني لا ديني يشرح لك العهدة العمرية ايه والسنة النبوية ايه، يبقى لك ان تخجل، لك ان تخجل، لانك انت راجل ديني مفروض بتتبع الديانة المسيحية، ومفروض ما تشكرش في اي حاجة بتزلك وبتعتبرك عبد وبتعتبرك نجس وبتعتبرك كافر. هنا انا معلش يعني انا اضرب 100 تحية و100 سلام لعلماني لا ديني بيذكر الحقيقة في العهدة العمرية وبيذكر الحقيقة في السنة النبوية. لا، لما نيجي بقى للعلمانيين المسيحيين اللي أنا من ضمنهم، أنا علماني مسيحي، علماني مسيحي مؤمن بمدنية الدولة، وعلى فكرة العلماني اللاديني بيؤمن بمدنية الدولة، والعلماني المسلم بيؤمن بمدنية الدولة أو علمانية الدولة، يعني الدولة لا تحكم بحكم ديني. يعني أنا وجي رؤوف مش عايزك تحط لي في الدستور مادة تقول لك يقوم الدستور ويستمد قوانينه من الشريعة المسيحية، لا مش عايز. أنا عايز الدستور يستمد قوانينه من مواثيق حقوق الإنسان العالمية، ده اللي أنا عايزها أنا كعلماني مسيحي، وعايزها العلماني المسلم، وعايزها العلماني اللاديني. طيب، في رجال دين مسيحيين ابتدوا يضلوا زي الأنبا أرميا وزي القس دوماديوس وزي صاحبنا اللي بيطلع يقول لك في ملء الزمان الاهطل ده، الكاهن الاهطل اللي قال لك مش عارف جه ايه في ملء الزمان، طبعا ما كانش بيتكلم عن المسيح، بيتكلم عن حد تاني. فالاشكال دي اشكال مضله، والاشكال دي على فكره لو غارت من عندنا احسن، لانها بتسبب عسره للاخرين، بتسبب عسره للاخرين. لكن لما ارجع للمسيحيه بقى، هل انا من خلال المقطف ارميه والمقطف دوماديوس وبولا والاشكال اللي زي كده، المقاطف دي هتخليني انا اشك في ايماني؟ لا، لان انا عندي ال 21 شهيد العلماني، ما كانوش كهنه، ما كانوش رجال الدين، بس سلموا رقبتهم فداء الملك المسيح. طب في منهم موجودين؟ في علمانيين جوه الكنيسه مؤمنين بالانجيل، مؤمنين بتعاليم الانجيل العميقه، ولا يمكن يضلوا حتى لو ضل ارميا وبولا ودوماديوس. دول اللي فيهم الامل. نشكر المسيح لوجود الانجيل، لان اللي بيمشي ورا الانجيل ما بيهلكش. الانجيل نور بينور وبيثبت. فوجودهم دول، وجود الانجيل معاهم، وجود هؤلاء الشباب العلمانيين يثبت الإيمان حتى لو ضل الكبار، لأنه قال لك سيضل لو أمكن المختارين أيضا في نهاية الأيام. سيضل لو أمكن المختارين أيضا لنهاية الأيام. كده أنا بقول للأنبا أرميا اختشي وكفاية يا أنبا أرميا. لو ماسك عليك حد سيديهات عادي، قول مفيش حد ما بيخطئش، واحنا نغفر لك، بس اوعى 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 الا التجديف على الروح القدس، كل خطيه تغفر الا التجديف على الروح القدس. مسك لك سيدي، تصور لك سيدي، عليك اختلاسات، عليك غيره، عادي عادي، ارشم على وشك واعترف وربنا هيقبلها منك، لكن التجديف على الايمان لا.
واحنا كمان هنقبلك حتى لو كنت مخطئ، بس تعترف بخطأك. مش عار ولا فضيحة، الإنسان خطأ. هتروح في مين أنت؟ هتروح في اللي أنت خايف منهم دول ومكسوف منهم وبتلبيلهم طلباتهم وبتراضيهم خلفائهم؟ كانوا يعني أوسخ من الوساخة يعني. شوف التاريخ بتاعهم إيه، شوف فسادهم إيه، اقرا عنهم إيه. حتى بتاع العهدة العمرية بتاعتك اقرا عنه، فأنت هتكسف من إيه حتى لو عملت كل الأخطاء؟ كل خطية ممكن تغفر إلا التجديف على الروح القدس، إلا التجديف على الروح القدس. وبعود وبرجع لك تاني بقول لك ارجع وتوب يا أنبا أرمية، وربنا ممكن يغفر لك. والحق نفسك، الحق نفسك. حقيقة أنا يعني المتنصرين، ظاهرة المتنصرين. أنا حاسس أمل ورا المتنصرين يعني أمل كبير جدا في وجود المتنصرين. لو تسمحوا لي أشرب بق مية بس. أمل كبير في المتنصرين، بشوفهم على القنوات على الإنترنت، وأنا بقول المجد للإنترنت، المجد للإنترنت. على فكرة يا جماعة، ظاهرة التنصر مش النهاردة وامبارح، بس المجد للإنترنت اللي وصلناها لنا. يعني زمان احنا وصغيرين، انا وسني 17 سنين، شفت متنصرين كانوا بيجوا الكنيسة ويعظوا كلام من هذا القبيل، متنصرين. لكن ما كانش حد يعرف، لان كانت الوسائل الإعلامية قافلة، مش زي دلوقتي. دلوقتي لو جه شرب شوية مية هنا هيتعرف انه شرب شوية مية، الناس كلها هتعرف انه شرب شوية مية. اي حدث بيتعرف. كمان الانترنت وسيله كبيره جدا كشفت الدنيا. بشوف امثال عظيمه، بشوف امثال عظيمه، بشوف رواد كبار. طبعا من المسيحيين انا يعني في ناس كان ليها دور كبير قوي في التبشير وفي التنصير. ابونا زكريا بطرس ده ايقونه الالفيه الثالثه، رشيد برضو ده متنصر من المسيحيين، اخ وحيد خطير جدا جدا ومتعمق في تعليم الكتاب، متعمق لانه هو كليريكي، فمتعمق جامد جدا جدا. اندرو حبيب، احمد محمود، اخ جعفر، اخ يوحنا، كتير قوي قوي. منال اللي هي بتاعت المرأة المسلمة، في اسامي كتيره جدا جدا مش هقدر اذكرها. الاستاذ الدكتور محمد رحومه، ومعاه ناس ربنا يحميهم ويحافظ عليهم، محمد اساف وبوسي مراته. انت تشوف واحد زي محمد اساف ده تلميذ من تلامذة الدكتور محمد رحومه، ولكن دارس كتاب عظيم جدا، دارس كتاب جميل 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 جدا، وبيتناقش بالايات، ويمكن دارس كتاب، دارس انجيل اكتر من مسيحيين عاديين. فمجدا لهم ونعمه لهم، وربنا يزيدهم في القامه وفي الايمان. الدكتور محمد رحومه طبعا عميد كليه الدراسات الاسلاميه في جامعه المنيا سابقا، وكبير من كبار المنصرين حاليا. انا لاحظت فيه حاجه جميله جدا يمكن ما لاحظتهاش في حد تاني من المتنصرين. بينتقد النظام، محمد رحومة، دكتور محمد رحومة بينتقد النظام، ودي حاجة أنا مبسوط منها حقيقة. يعني ليه؟ أنت كونك تنتقد النظام أنت مش خاين يا حبيبي، أنت بتحب بلدك. اللي بينتقد النظام ده مش عايز يدمر بلده، ده بيحب بلده وعايز لها الأفضل. فمن حرقة الدكتور محمد رحومة لأنها بلده بينتقد النظام، لأنه عايز لها الأفضل والأصلح. والحقيقه انا ما شفتش حد تاني من المتنصرين بيدخل الحته دي، يعني ما شفتش. فانا فوجئت ان الدكتور محمد رحومه بينتقد النظام وبيقدم انتقادات قويه، قلت الله ده حلو قوي قوي. فلا ده في عندنا قنوات تبشيريه ما بتجيش ناحيه
ناحيه النظام خالص، ما تحبش تزعل السيسي ابدا، وقنوات تبشيريه، وفي قنوات قبطيه بتبث من مصر، طبعا دي استحاله تتكلم عن النظام، لا ده في قنوات قبطيه من بره لا تنتقد النظام. فانا لما الاقي الدكتور محمد رحومه بينتقد النظام، دي نادره ما شفتهاش في باقي المتنصرين. اه المتنصر همه ايمانه فعلا، انا معاك، وهمه خلاص نفسه معاك، ولو ما انتقدش النظام ما فيش مشكله خالص، لان هو خلاص راجل اتنقل من الظلمه الى النور، فبيدور على خلاص نفسه، بيتعمق ايمانيا، مش فاضل النظام. دكتور محمد رحومه الحاسه الوطنيه جواه هي اللي بتقول له اعمل ده، هي اللي بتقول له انتقد النظام. انا لما ببص البني ادم وبحلله، بحلله من جميع جوانبه، ايه ده ماشي ازاي، ده بيمين مع مين. يعني في قنوات على الانترنت وعلى اليوتيوب بتطبل الانبا ارميه والانبا غاسل وبتهاجم البابا تودروس، وفي اللي بيهاجم الانبا بولا وبيحب البابا تودروس، بيدافع عن البابا تودروس. دول ما بيجوش ناحيه النظام الاثنين، يعني لا ده ولا ده بيجي ناحيه النظام. انا عن نفسي ما عنديش حد، يعني انا اي حد بيخرج عن المسار لا بنتقده، ماليش مصلحه مع حد. النظام بنتقده، رجال الدين بنتقدهم، اللي بيعملوا اخطاء. الانبا غسل يمكن دفعت عنه في يوم من الايام، لكن لما يجي يطلع يقول لك لازم تنحني ولازم تبوس ولازم ولازم ولازم، اقول له لا كلامك ده ما ياكلش معايا، ما ينفعش. الانبا بنيامين لما 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 حصل خطف عنده وكلام من ده، لا دفعت عنه، لكن لما يطلع ويتهم ناشط ويتسبب في قضيه سب وقذف، لا عندك انت غلطان. الشخص اللي بيعمل حاجة كويسة بنقول عليه حاجة كويسة، الشخص اللي بيعمل حاجة مش كويسة ولا تتفق مع الإيمان بنقول له أنت ماشي ضد الإيمان. فأنا هنا بصراحة أنا مبسوط من الدكتور محمد رحومة إنه دخل على الخط في القضايا السياسية وابتدى ينتقد سياسيا. أنا بنتقد سياسيا ودينيا الاثنين، مفيش أي مشكلة خالص. نيجي بقى نتنقل من دي لقضية تانية دلوقتي أخدت على الانترنت، اخذت اتساع كبير قوي، اللي هو اسلام الدكتور هاني عبد الملك. اسلام الدكتور هاني عبد الملك واعلن اسلامه، وطلعت على الانترنت شهاده اسلامه ان هو اسلم. مبدئيا بس عشان نحط نقط على الحروف، اوعى يخطر على بالك كده تطلع تقول ان فلان ساب المسيحية وانكر المسيحية واعتنق الاسلام عن ايمان، اوعى تقولها. ليه؟ ولا يطلع لك واحد يقول لك لقى في الاسلام روحانية فاسلم. بسبب بسيط جدا يا حبيبي، مفيش روحانيات في الاسلام عشان الواحد يقبل عليها. ايه الروحانيات هتشوفها في ايه؟ ده انت عندك تاريخ كله قتل من اوله لاخره. هات لي كلمه محبه في التعاليم الاسلاميه مش هتلاقي، لكن القتل حتى النكاح موجود، لكن كلمه محبه مش هتلاقي. فلما تيجي تقول لي واحد اسلم سواء بنت او ولد وتقول لي عن ايمان، اقول لك يفتح الله، قول اي حاجه غير دي، قول اي حاجه غير دي، قول اختطاف، قول تخدير، قول تصوير افلام جنسيه، قول تهديدات، قول ابتزاز، قول جنس، قول امضاء على شيكات بدون رصيد، قول فقر، قول اغواء، اغواء بمنصب او اغواء جنسي،
قول كل الحاجات دي، لكن تيجي تقول لي روحانيات اقول لك يفتح الله يا عم الحاج. احنا عارفين الفوله كلها، اصل احنا قارين، يعني احنا قارين، احنا برضو قارين ودارسين ودرسنا وقرينا وعندنا كتير يعني. فلما تيجي عند المبدا ده تقول لي ايمان، اقول لك لا، قول حاجه تانية، لان الرسول الاسلام الكريم قالها. راحوا للاعراب، الاعراب العرب يعني ناس كتير عشان يعلنوا اسلامهم. فقالت الاعراب اسلمنا، فقال لهم الرسول الكريم، قال لهم قولوا، قالت الاعراب امنا، سوري، قالت الاعراب امنا، امنا يعني الايمان دخل وتحصنوا بقينا مؤمنين وروحانيات دخلت ومؤمنين تماما بالاسلام. قالت الاعراب امنا، قال لهم رسول الاسلام ايه؟ قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان الى قلوبكم. انتوا اسلمتوا، اتقال لكم يا الجزيه يا القتل يا غيره، اسلمتوا، لكن امنتوا لا، دي لسه هتاخد وقت شويه عشان تامن. سبب بسيط جدا، ان اثناء الاسلام اساسا ما كانش في قران مكتوب، حتى في غزو مصر وعمر بن العاص وغيره وغزو الدول وغزو الامازيغ وغزو شمال افريقيا وغزو الشام والكلام من ده، ما كانش في قران مطبوع. انت بتقول للناس في الوقت اللي كان فيه في انجيل مطبوع وفي توراه مطبوعه ومقروءه ويعرفها الجميع. فعشان تيجي تقول لي لا ده امن، اقول لك لا. طيب قال ايه هاني عبد الملاك دوت في الكليه وتمام وصل لدرجه معيد وهيبقى استاذ في الكليه، وحب واحده بيقول لك مسلمه عشان كده اسلم، وكان على خلاف، هم بيقولوا كده، كان على خلاف على اسرته عشان يتجوزها واسلم. طب حلو، طب يعني الراجل هاني عبد الملاك وده راجل استاذ واكيد راجل محاضر واكيد راجل بيعرف يشرح، يطلع يعمل لنا فيديو يشرح لنا روحانيات الاسلام، يمكن يشرح ربنا قلبنا للاسلام يعني، يمكن يخش الاسلام يشرح لنا هاني عبد الملاك شاف ايه، ايه اللي تخشش جوه كده قلبه والايمان وانعم عليه واسلم. ليه ما يطلعش هاني عبد الملاك؟ ليه اختفى الدكتور هاني عبد الملاك؟ روايات كتير بتقول لك ده اتخطف مخطوف، روايات كتير بتقول لك لا ده زيه زي سالي نسيم، الدكتوره سالي نسيم نفس الحكايه، الدكتوره سالي نسيم وصلت هتبقى دكتوره واختفت. طب ما ظهرتش ليه سالي نسيم تشرح لنا الايمان تغلغل في قلبها ازاي؟ بكل بساطه لانها رافضه متخدره، وبيحاولوا يذلوها ويقمعوها بالمخدرات وغيره لغايه ما تبقى في الصوره اللي تسمح لها تطلع تقول امنت بالاسلام والاسلام دخل جوه ونخرش. نفس الكلام ممكن يكون بيتم مع هاني عبد الملاك، والا كان طلع من اربع خمس ست ايام او من ساعتها. ليه هاني عبد الملاك مختفي؟ ده نفس السؤال اللي بيجيب لك ليه وزير الداخليه محمود توفيق ما زال مستمر في المنصب بتاعه وزير داخلية، لأنه بيشرف على قمع الأقباط سواء بنات أو رجال للأسلمة. هل زقوا عليه بيت وصوروه معاها؟ يا إما هل صوروه مع بيت ومضوه على شيكات بدون رصيد ما يقدرش يدفع ثمنها؟ يا إما تأسلم يا إما. اللي بيؤمن بالإيمان المسيحي مثلا بيبقى عايز الناس كلها تفرح معاه، بيطلع مع محمد رحومه بفرح بيعلن مسيحيته عشان الناس تتعلم منه وتبقى زيه. ليه الدكتور هاني عبد الملاك ما طلعش ينورنا كده ويملأ قلبنا بالإسلام الجميل بتاعه؟ ليه الدكتورة سالي نسيم ما طلعتش تهدينا من خلال خبرتها وتجربتها مع الإسلام عشان نبقى مسلمين زيها؟ ليه؟ 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 لكن لما نرجع لموضوع خطف القبطيات وخصوصا خطف القواصر،
اللي بيخطفوهم، وأمن الدولة بتخبيهم في عمارات مدينة نصر، الأمن الوطني الوطني بيسموه الأمن الوطني، أنا بسميه الأمن الوطني، بيخبيهم في عمارات لغاية البنت من 15 لما توصل ل 17 أو 18 ويأسلموها. معنى أنا قلت حتى سن ال 18 في البنت مفروض ما تتجوزش غير بوجود ولي، لا هم بيوصلوها لل 18 وبيجوزوها في عدم وجود ولي. البنت المسلمة ما تقدرش تتجوز لوحدها إلا لو وصلت 21 سنة، في سن 18 سنة لازم يكون معاها ولي. لا هم بياخدوا البنت 15 ولا 14 ويخبوها لغاية ما توصل ل 17 18 ويجوزوها بدون ولي، انتهاك للقانون وضد الدستور. لكن هتحاسب مين؟ هتحاسب عصابة، رئيس البلد رئيس العصابة والوزارة كلها عصابة، هتحاسب مين؟ في أمريكا، عشان بس أبين لكم البلاد التصرفات هنا إيه والتصرفات بره إيه. يعني أنت بتيجي لدول زي أمريكا وأوروبا اللي بتقول عليها هي اللي هي اللي بدأت الجنس والكلام من دوت والأفلام الجنسية، لكن مع ذلك هي جهاز مخابراتها ما بيجيبش الستات يجبرهم على الإسلام على المسيحية، أو جهاز مخابراتها ما بيعمل لهمش ممارسات جنسية عشان يحطوهم أندر كنترول ويعملوا زي ما جهاز صلاح نصر عمل في مصر. الأسبوع اللي فات ده في أمريكا تم اعتقال شاب في مدينة كوكوبيتش في بداية مايو، يعني من شهرين في بداية مايو اعتقلت الشرطة الأمريكية في مدينة كوكوبيتش في بداية مايو بولاية فلوريدا شابا نمساويا عمره 24 سنة تواعد مع أمريكية عمرها 15 سنة وأقام معها علاقة جنسية. اتهمت الحكومة بتهمة انتهاك قانون حماية القاصرين في فلوريدا الذي يحدد السن ان دي سن صغيرة، وواجه تهمة الاختطاف، يقبع الآن في سجن مقاطعة بريفارد. الولد ده طبعا مخبين عينيه إلى حد ما، مضللين عليها عشان ايه ما يصحش الصوره تبان قوي. الشاب ده شاب نمساوي قعد على الانترنت اتعرف ببت امريكيه، البت جسم هضبه يعني. هو لما اتعرف بيها هي البت كذبت قالت له انها 18 سنه يعني. فالولد متفق معاها على الانترنت، سافر من النمسا راح لامريكا ومتوعد معاها واتقابلوا وعملوا علاقة جنسية مع بعض. اتقبض عليه بتهمة ان هو مارس جنس مع قاصر، وهناك في قانون يحمي القاصرات. كمان التهمة التهم ايه تاني؟ تهمة الاختطاف، وحطوه في سجن في مقاطعة بريفارد. الكلام ده الحكاية حصلت دي في مدينة كوكوبيتش في فلوريدا. الولد 24 سنة والبنت جسم لكن 15 سنة. تعرف عليها عن طريق الانترنت، توعد معاها، قال لها انا جاي يعني برضاها، سافر معاها، اقام معاها علاقة برضاها، هات وخد. لكن كل ده ما شفعلوش، قالوا له لا احنا عندنا قانون اسمه حماية القاصرين، انت كده تعتبر اغويت وخطفت واغتصبت فمرمي في سجن في مقاطعة بريفال. هل القاضي قال لك دي جسم تستحمل الوضع زي المادة التانية الفاسدة اللي موجودة عندنا اللي بتستند على شريعة الوضع؟ هل القاضي قال لك لا دي بنت هضبة تستحمل الوضع؟ لا، قانون قانون، سنها 15 سنة. هل الشعب والمحامي بتوع في امريكا طلعوا قالوا دي راحت بمزاجها زي ما بيقولوا على البنات هنا؟ لا، ليه؟ لانها دوله، دوله فيها قانون، لكن احنا دوله فيها ازهر بيسيب البنات تتخطف، بيطلع لها شهادات اسلمه حتى لو تم اغتصابها، ولما يدخل الايمان الى قلبها تسلم، ولما يدخل الايمان الى قلبها، ولما تكبر تبقى 18 19 وعندك حكومة فاسدة عصابة بلطجية ربنا ينتقم منهم كلهم بحق دم الأنبا أبيفانيوس وحق الراهب أشعية وحق الراهب فلتأوس المسجون. ربنا ينتقم من هذا النظام الفاسد
وكل من يرعى هذا الفساد في هذه الدولة الفاسدة. نسيب النقطة ديت وهنطلع لنقطة برضو لفتت نظري. أنا إذا كنت أنا بنتقد الأنبا بولا وبنتقد الأنبا أرمية وانتقدت القس دوماديوس، لازم برضو الراس الكبيرة لما تعمل حاجة غلط أقول لها إيه اللي بتعمليه غلط. ولو ان اللي حصل من البابا مش خروج عن الايمان في النقطة دي، في النقطة اللي انا جاي فيها دي مش خروج عن الايمان، لكن كان عبارة عن حوار لمحمد الباز مع البابا جه على التلفزيون، وفاجأ ان الحوار كله طبعا بمناسبة 30/6 يعني الحوار والنقلة الكبيرة اللي اتنقلناها من خلال 30/6، الرفاهية اللي احنا عايشين فيها دلوقتي بعد 30/6 مع الرئيس السيسي، كان عبارة عن الحوار كله عبارة عن مسح جوخ للرئيس السيسي وان هو حاجة تانية وعقلية تانية وقمة تانية، وكان مسبوب على انتقاد الرئيس محمد مرسي. الحقيقة انا لا اجد ابدا اي حكمة من انتقاد رئيس حتى لو كان اختلف معنا في الديانة او التوجه الديني او التوقف الطائفي، مات يعني الرئيس محمد مرسي مات خلاص. اللي عايز يقول الله يرحمه يقول الله يرحمه، اللي عايز ما يقولش الله يرحمه يسكت، لكن ما نجيش نفتح ونجمل في نظام فاسد اللي هو النظام الحالي ونيجي ونحط على رئيس سابق. وبعدين انا كان نفسي افهم حوار للبابا بيتناول معاناة الشعب المصري، بيعاني من ايه الشعب المصري، او يوجه لي سؤال بهذا الخصوص سواء مسيحي او مسلم. خلي بالكم المسيحي والمسلمين التنين بيعانوا حاليا، التنين بيعانوا، ده وده بيعانوا. المسيحي بيعاني اكتر لانه بيعاني من عنصرية وطائفية النظام، وبيعاني من عنصرية وطائفية السلفيين والاخوان المسلمين والمتعصب من المسلمين، فبيعاني اضعاف واطناب. طيب ليه، هل يعني انت جايب رئيس الاقباط او البابا الاقباط، هل الاقباط قيمه عند السيسي في الانتخابات بس او لتجميل الصوره بس؟ طب الثمن ايه؟ ولا حاجه، هي زياره الكاتدرائيه في العاصمه الاداريه في عيد الميلاد، في حاجه تانية خدها الاقباط بعد كده ولا لا؟ لا رجعت جلسات النصح والارشاد، ولا توقف خطف القبطيات، ولا توقف خطف ضاف له خطف الاقباط، لا وبيطلع الرئيس البابا بيطبل للسيسي ان هو كده، مع ان يمكن يعني مش عايز اخلط يعني، انا مش عايز حكم ديني للبلد يعني، لكن انا ادعي ان السيسي زايد على الحكم الديني، يعني عمل ده محمد مرسي كان معين ثلاث وزراء اقباط ومخلي نائب ليه قبطي، ثلاث وزراء اقباط ونائب ليه قبطي، بيمسح جوخ. طب عمل ايه السيسي؟ مسح جوخ معانا في ايه؟ في وزير مسيحي؟ مفيش. فالسيسي زايد على المسلمين المتعصبين في الانتماء للسلفية والعنصرية ضد الأقباط. هو بس السيسي عايز يظهر ان السيسي المسيحيين راضين عنه، بحيث الحلقات دي تطلع بره، ادي البابا بي 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 بيقول السيسي حلو، وطالما البابا السيسي حلو يبقى لا وجيه رؤوف بيتكلم ولا غيره بيتكلم ولا حد بينتقد النظام وكله شمع ونوارة، فبقى البابا عبارة عن ايه؟ لمبة نايلون موجودة لتجميل السيسي. طب يا ريس انت ما كلمت الريس عن خطف القبطيات؟ ما حصلش. خطف الاقباط ما حصلش. كلمته عن حاجة زي كده؟ كلمته ما فيش وزراء مسيحيين ليه؟ ما فيش حد في امن الدوله مسيحي ليه؟ ولو اني ما يشرفناش يبقى حد منين وسط الاشكال الوسخه دي؟ مفيش. بس احنا نطلع بالزرار لما تكون الدوله عايزانا نطلع نتكلم.
فيما عدا ذلك لا، ده انا نطلع لك ماكسيموس تاني يوم لو اتكلمت، لو البابا قال كلمة كده ما عجبتش سيسو يطلع له ماكسيموس تاني يوم يعمل لقاء برضه مع محمد الباز، مع شخرم باز، مع اي حد. المهم اهو تهديد وخلاص. كفاية قداسة البابا، يا معالي البابا، كفاية يا معالي البابا، كفاية جناب البابا، كفاية تعريض. في اليومين دول طبعا احنا بنمشي في جو كله شعوذة، كله شعوذة، بمعنى الانترنت والريلز والحاجات واللي بتظهر على الريلز كلها بتظهر لك الشياطين ومش الشياطين والعالم الآخر والبوابات النجمية، المسيخ الدجال والكائنات الفضائية وبيطرح سؤال، هو الشيطان ممكن يتلبس الإنسان؟ وليه بيحاول الشيطان يتلبس الإنسان؟ الشيطان بيحاول يتلبس الإنسان عشان يهلكه، لأن هو الإنسان أساسا سبب خروج الشيطان من الملكوت يعني، وبقى ملاك ساقط، فبيحاول يتلبس الإنسان عشان يسقطه وبيغويه بكل الطرق. وفي أفكار تانية بتقولك إن الشيطان عشان الإنسان نال الفداء من خلال صلب المسيح على الصليب، فاتكتبت للإنسان فرصة تانية لدخول الملكوت، إن الشيطان بيحاول يتملك هذه الأجساد بحيث من خلال هذه الأرواح هو كفكره الشيطاني انه ممكن يرجع الملكوت مرة تانية ويبقى ضد الله ويواجه الله. حاشا طبعا، هو بيفكر انه من خلال تلبس الاشخاص انه ممكن يرجع الملكوت من خلال هذه الاشخاص ويقف ضد الله، ودي قوات المسيح الدجال عموما. طيب لما الكتاب الانجيل قال عن الشيطان رئيس هذا العالم كان صح؟ والشيطان والمملكة الساقطة دي مجموعة لها رتب ولها قيادات، والمسيح الدجال هو على رأس هذه الرتب، ويقال ان هو اللي بيحاول يسيطر على النظام العالمي الجديد من خلال امداده، لانه عنده خبرات السنين، الشيطان كملاك عنده خبرات السنين وبيمدهم بتكنولوجيا قديمة متطورة من خلال العلوم الفرعونية وما الى ذلك. ففي دول من خلال الشيطان عرفت توصل لتكنولوجيا عالية جدا جدا في الطب وفي السفن الفضائية او المراكب الفضائية او الكواكب او المركبات اللي هي زي كده اللي بيسافروا بيها دي، ولو انها كلها داخل نطاق الارض يعني، وبيدوم تكنولوجيا حربية، يعني الشيطان بيدي تكنولوجيا حربية. لكن الشيطان عايز يخلص من الانسان ويهلك الانسان قدر الإمكان، فأوزع لأن لازم النظام الجديد يعمل حاجة اسمها المليار الذهبي ويتخلص، يفضل بس 1000 اللي هم المليار الذهبي، ونتخلص من حوالي 6.5 مليار. 6.5 دول المفروض يموتوا، واتكلمت أنا في الموضوع ده تاني وبكرره، يموتوا عن طريق البراكين، الزلازل، الأعاصير المفبركة، عن طريق في حاجة اسمها جهاز هارب بيعمل زلازل وبيعمل براكين وممكن يعمل اي حاجه في اي مكان في العالم، وممكن يعمل اعاصير وممكن يهلك ناس، ومن خلال كمان فيروسات، وممكن كمان ينشر امراض من خلال كيمتريل، ماده عن طريق الطيارات. لكن اهم حاجه عشان ينتصر الشيطان انك انت تيأس من وجود الله، وعشان تيأس من وجود الله لازم ينشر لك طاقه سلبيه، الطاقة السلبية ينشرها في الكون. وعشان الطاقة السلبية دي تنتشر في الكون بيعمل حاجات كتيرة جدا، ينشرك أخبار قتل، تدخل على الإنترنت تلاقي كل الحاجات قتل قتل قتل، حتى عالم الحيوان يجيب لك الافتراس، الأسد بيفترس قرد، بيفترس غزال، مناظر بشعة، قتل، حاجات تنشر قتل، حتى في الجيمز بتاعت اللعب كله قتل، ذبايح
دمويه وبيوري لك وينشر لك، وعباده الشيطان عن طريق ذبائح دمويه، وشفناها، وشفنا اكتر من حاجه زي كده، نشر الشذوذ الجنسي، بس الشذوذ الجنسي وغير الشذوذ الجنسي كمان، اللي هو زنا المحارم وقتل الاسره والروابط الاسريه، بيقتل ده، بيقتل المحبه داخل الاسره بين الاب وال، مفيش الكلام ده، العاطفه دي بيقتلها. هل الشيطان ممكن يتشكل في شكل بشر؟ اه الشيطان يقدر يتشكل في شكل بشر، لانه في يوم من الايام كان ملاك نور، والملاك يقدر يتشكل في شكل بشر، وشفنا في التوراه وكده انه بيتشكل في شكل بشر. ممكن الشيطان يتشكل؟ اه. طب انا بجيب الصوره دي لانك انت لما تنتشر الطاقه السلبيه بتفقد ايمانك، كله قتل، كله امراض، مفيش عرفان بالجميل بين اعضاء الاسره، انتشر الشذوذ عشان راجل مع راجل وست مع ست، مفيش ناس اللي يجي، يبقى يقل عدد السكان، فيروسات كل فتره تقتل عدد، حروب تقتل عدد، طوفانات تقتل عدد، اعاصير تقتل عدد، هرب يعمل لوثات عقليه، جهاز هرب الكيمتريل. الطاقه السلبيه دي لما تنتشر انت بتحس باحباط، تفقد ايمانك، بتحصل كتير حالات انتحار، خصوصا لما يكون الالحاد انتشر قوي، يبقى ما فيش ايمان قوي، طولها زي عرضها، بيجيب عليها وطيه وبينتحر الشخص. فكده ده مخطط شيطاني. عشان كده بقول ان الكنيسه عليها دور كبير في الفتره اللي جايه، الكنيسة عليها دور كبير في نشر الطاقة الإيجابية، حلاوة الإيمان، حلاوة الفرحة مع المسيح، الحياة مع المسيح، الإيمان بالمسيح، الأمل داخل العشرة مع المسيح. الكنيسة برجالها، اللي أنا واثق إن في رجال شرفاء أطهار أنقياء جوه الكنيسة، كهنة وأساقفة ورهبان وشمامسة وخدام، إنهم يحتضنوا الشعب احتضان روحاني مش جسدي، تعاليم روحانية، نشر المحبة، نشر ترانيم المحبة. اللي ممكن يحفظ هذا الكون ضد خطر الشيطان هو الكنيسة ورجال الكنيسة الأبرار الأطهار الأنقياء، دول أنا بعول عليهم تعويل كبير جدا. في كذا خبر سريع كده هنقوله لكم، ويعني نعلق عليهم تعليقات بسيطة، هي ممتعة وفكاهية في نفس الوقت. وبعدين هقرا تعليقات حضراتكم واجاوب عليها. البوست ده بوست اتنشر ان احنا بنعاير فيه قطر. بنعاير فيه قطر، يعني ان احنا اعلى منك يا قطر، واحنا احسن منك، وبنعايرها ان احنا عملنا معاها خدمات في يوم من الايام. الخبر نازل على الانترنت كتير، وده كان اتنشر في يوم من الايام على جريده ما. فبيقول لك وفود العرب شاركت قطر في افراحها. وفود العرب شاركت قطر في افراحها، مصر بقى شاركت بايه؟ نشوف مصر ايه. الخبر ده ايام ما كانت الجمهوريه العربيه المتحده زمان، ايام حكم جمال عبد الناصر يعني. بيقول لك الجمهوريه العربيه اهدت طائرتين لقطر نواه لسلاحهما الجوي، كما ارسلت لهم العديد من الملابس الداخليه والقباقيب للحد من ارتفاع نسبه الحفاه. يعني احنا هنا بنعاير قطر ان نسبة الحفاة الحافيين كانت كتير، واحنا اديناهم طيارة في يوم من الايام، طيارتين عشان سلاح الجو بتاعهم، وكمان بعتنا لهم ملابس داخلية، ما كانوش عندهم البسة لباس، ما كانوش بيلبسوا لباس، وبعت لهم اباقيب عشان هم كانوا حفاة. والله انا افتكر بيت شعر زمان كان بيقول لك ليس الفتى من قال ابي وامي، ولكن الفتى من قال من انا. ليس الفتى من قال أبي أمي كده يعني، واللي فاكر بيت الشعر ده كويس يا ريت يبعتهولي، ولكن الفتى قال من أنا. طيب ماشي،
هو مش القطر بس، انت عندك السعودية من 200 سنة كانوا في خيام، ما عندهمش ملابس داخلية يعني 200 300 سنة، والكلام على قطر. لكن هم فين دلوقتي؟ انت اللي وديت طيارتين لقطر، هم فين وانت فين؟ قطر مرتب المواطن فيها اعلى مرتب في العالم. انا مش بدافع عن قطر على فكرة يعني، انا بس انا بذكرك انت، قطر بتمول الاخوان والجماعات الاسلاميه المتطرفه، انا ضد ده، وانا اي حاجه تعكر سلام بلدي انا ضدها، فانا مش بايد قطر لا، بس انا بقول لك انت قطر اللي بتعايرها بالبادج ده، لا ده انت روح اتكسف على نفسك. ما كانوش بيلبسوا الباس وما كانوش بالحافين، هم فين دلوقتي وانت فين؟ قطر اعلى مرتب في العالم، اعلى من سويسرا، متوسط المرتب في قطر. روح شوف في قطر ناطحات السحاب، والسياحة في قطر عاملة ايه، والبترول عامل ايه، وحقوق المواطن عاملة ايه، مستوى التعليم في قطر عامل ايه. انت تتلهي على خيبتك، تتلهي على خيبتك حاليا، انت بتعينهم بالماضي. لا هم عرفوا يطلعوا بقى من الكبوة بتاعتهم بتاعت الماضي، والحفيان والفقر مش عيب، لكن هما دلوقتي فين يا عم الحاج وانت فين؟ ده في ناس عندك دلوقتي هتخش على الحفاة مش قادرين يشتروا جزمة جديدة. يبقى تكسفوا على نفسكم شوية، وعيب الاسلوب الواطي ده، دي حاجة. طبعا لما يطلع لك الشيخ الازهر يقول لك كل الفتوحات الاسلامية كانت دفاع عن النفس، فطلع البوست ده طبعا رد على شيخ الازهر، ست بتكلم ورد عليها ممثل تحت بتاع الفيل في المنديل ده، تقول له كل الفتوحات من الصين للاندلس كانت دفاع عن النفس، فرد على دفاع عن النفس ايه مين ده، انتوا كل اللي حيلتكم كان خيمه ومعزتين، كان دفاع عن النفس ايه؟ ولا يقول لك ايه الحضاره الاندلس، طب وريني جزء من حضاره الاندلس دي عندك في السعوديه، مفيش. طب واللي يبني حضاره مش هي اول بيها كانت السعوديه، كان بنى الحضاره دي؟ اي نعم، دلوقتي محمد بن سلمان بيبني حضاره، انا بتكلم عن ما سبق محمد بن سلمان، اللي بيقول لك عملنا حضاره الاندلس وغزونا العالم وكنا نقلنا الحضاره والعلماء، طب وريني الحضاره عندك فين يا عم، عملت بيها ايه عندك في السعوديه في جزيره العرب، عملت منها ايه؟ مفيش. والله عجبني بوست برضو، انتوا عارفين مسلسل ذئاب الجبل، دبور وعلوان، علوان ودبور قاعدين مع بعض، بيقول له يعني طبعا بيتكلموا على انجازات السيسي والاحتفالات بالانجازات بتاعت السيسي، والعيال اللي بتعمل لي فيديوهات يقول لك فاشله، ويجيب لي صوره مونوريل وكم عماره. حبيبي اللي احنا محتاجين مونوريل ولا كم عماره ولا كم كوبري، احنا محتاجين اكل ومصانع ومزارع وارض تزرع عشان الناس تاكل. فقال لك ايه طبعا علوان ودبوري بيتكلموا مع بعض، بيتكلموا مع بعض، يقول يعني لا قناه السويس جابت فلوس اللي عملنا لها التفريع الثاني، ولا محطات الكهرباء جابت كهرباء، ولا حقول الغاز جابت طلع منها غاز، ولا المزارع السمكيه رخصت السمك، ولا زرعنا ولا صنعنا ولا صدرنا ولا بقينا جد الدنيا ولا شفنا انجازات، ونازلين يحتفلوا بايه يا دبور يا ولد عمي. تاني، لقناة السويس جابت فلوس، ولا محطات الكهرباء جابت كهرباء، ولا حقول الغاز طلع منها غاز، ولا المزارع السمكية رخصت السمك، ولا زرعنا ولا صنعنا ولا صدرنا ولا لقينا قد الدنيا ولا شفنا انجازات، سوري، ونازلين يحتفلوا بإيه يا دبور يا ولد عمي. الشعب بيرد عليكم اندايركت، حتى لو كان إعلامكم إعلام تافه فالشعب بيرد عليكم، لكن أنا هلخص القصة، هلخص القصة في البوست ده. الجهل بيعمل إيه؟ الجهل بيعمل إيه؟ فقال لك جهل زائد فقر بيعمل جريمة، ودي موجودة عندنا، في جهل وفقر في جريمة، جهل زائد مال بيعمل فساد، وده موجود وشفناه في الوزراء الفاسدين
ورجال الدولة الفاسدين اللي تولوا مناصب أعلى نتيجة فسادهم. جهل زائد مال يساوي فساد، جهل زائد سلطة يساوي استبداد. شفناه في السيسي، جهل زائد سلطة يساوي استبداد، جهل زائد حرية يساوي فوضى. بنشوفه جهل زائد حرية بنشوفه، جهل زائد دين بنشوفه إرهاب، وده شفناه. انت لما تكون عندك مؤسسة ما بتنشرش غير إرهاب، ده جهل. طلع مين؟ طلع أيمن الظواهري، طلع عبد الرحمن محمود، طلع زعماء الإرهاب في العالم. جهل زائد فقر جريمة، جهل زائد مال فساد، جهل زائد سلطة استبداد، جهل زائد حرية فوضى، جهل زائد دين إرهاب. عشان كده لابد من تطوير التعليم، ونشوف مين اللي مسك وزير تعليم، قد ايه من الثقافة عنده، قد ايه من التنوير من عنده، هل ده هيقدر يطور البلد، هل ده هيقدر يقوم بالبلد. هنشوف. انا كفاية كده بالنسبة لدول، بس والله ما هحرمكم، خدوا البوست ده تحختم بيه. ده واحد طالع في قلب الفاتيكان ومسك يافطة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا هو متصور في الفاتيكان، حد عمله حاجة؟ حدش عمله حاجة. هو نفس الشخص ده ممكن تلاقيه بره الفاتيكان أو جوه الفاتيكان بيديك قرآن عشان الإيمان يدخل إلى قلبك. لكن بسألكوا سؤال، لو واحد مسك صليب كده وقف قدام جامع هتعملوا فيه إيه؟ لا نخش تاني في حتة تاني. لو واحد مسك صليب مسيحي ودخل جوه جامع ماسك صليب هتعملوا فيه ايه؟ الجواب بيحدد مدى التطور الذهني ومدى الرقي ومدى البلطجة والجهل عند الاخر. نبتدي بقى نشوف ايه سؤال سؤال، وربنا يدبر ان ايه اجاوب عليهم كلهم. واحد بيقول لي هو انا معاك ان السيسي بينفذ تعليمات لكنه فاشل، لانه كان ممكن يستفيد اكتر من كده بكتير. يا اذانه اذانه بيقول الكلام ده، يا اذانه. هل التصرفات اللي عملها دي، انا بنيت قصور وهبني وهبني وهبني، هل تعتقد ان الراجل ده ما يعرفش ان ده اهدار للمال العام؟ لا، هو قاصد يا اذانه مع احترامي ليك ان يغرق الدوله في ديون، عشان الدولة تبقى تحت سلطة وتحت ايدين النظام العالمي وصندوق النقد الدولي. الأستاذة كمالية بتقول لي كلام خطير جدا، ربنا يرحمنا برحمته. امين يا أستاذة كمالية، امين. الأستاذة منى خليل بتقول لي ربنا يرحمنا برحمته. أستاذة منى، امين يا أستاذة منى. أستاذ فايز بطرس بيقول لي المهم اتحاسب على 5% على كل عمل بيتعمل، وكل كل شقة ولا كل شقفة. ما أنا ما فهمتش يا أستاذ فايز، يمكن تقصد بياخد نسبة 5% عن كل شقة المحافظين، ممكن. أستاذة أم بيتر بتقول لي ربنا موجود، أمين، ربنا موجود وقادر على كل شيء. أستاذ هاني هون بيقول يا أستاذ وجيه هل الإصحاح التاسع من سفر أشعياء هيتحقق قريب فعلا في مصر؟ بص يا أستاذ هاني، أنا مؤمن بآية في الإنجيل بتقول إن يوم عند الله كألف سنة وألف سنة عند الله كيوم. محدش يعرف الميعاد، ومحدش يعرف إذا كنا إحنا فعلا داخلين على تفسير سفر أشعياء ولا لأ. دي محدش يقدر يقول عليها، ومحدش بينجم بالغيب، بالعكس ده ربنا رحوم، ممكن تحصل بين يوم وليلة حاجات تغير كل اللي في الأذهان. بابا كيرولس، واحد مسمي نفسه بابا كيرولس، بيقول لي أي حد بيهاجم أكيد اتأذى من اللي بيهاجمه أو عرف عنه إنه عديم الأصل، شاهد زور. طبعا اي حد بيهاجم اكيد اتأذى من اللي بيهاجمه وعرف عنه انه عديم الاصل وشاهد زور.
بس اي شاهد زور، انا فهمت مغزى انت تقصد ايه، حسابه عند ربنا الا اذا رجع وتاب واعترف. يعني حتى لو بقى ادم ارتكب جريمه، لو اعترف بيها قدام ربنا ممكن ربنا يغفر له على الارض، لكن فوق نار لا تهدأ ودود لا يموت. استاذ هاي فؤاد بتقول لي هو احنا شفنا منهم خير الرعاع؟ ربنا يرحمنا. بابا كرولس بيقول لي صح جدا يا دكتورنا المحترم جدا، الله يخليك يا بابا كرولس. سؤال من بابا كرولس تاني بيقول لي اللي بيسلم المسيحيين بيتهزأ من المسلمين نفسهم. اللي بيسلم المسيحيين بيتهزأ من المسلمين نفسهم. انا في كنت يوم فاتح في يوم من الايام فاتح في عياده في بلد اسمها نقاده، يعني نقاده دي في محافظه قنا. ساعتها كنت ممارس عام، ما كنتش لسه اتخصصت يعني. فسمعت واحد من المسلمين بيقول لي على واحد بيقول لي ده ترس. بقول له يعني ايه ترس؟ انا مش فاهم، يعني بيتلفظ كلمه ترس شتيمه. قال لي ده ترس مش شيخ عرب. قلت له يعني ايه، يعني مش فاهم حضرتك. قال لي ده كان مسيحي واسلم. شيخ العرب بيبقى اصله مسلم، لكن الترس هو اللي كان مسيحي واسلم ساب دينه عشان مش قادر يدفع جزيه عشان كذا كذا كذا. ولو اني يعني انا هقول لك 90% من مسلمين مصر تروسه كانوا مسلمين وبقوا مسيحيين، لكن النظرة لما قال لي كلمة ترس عليه كان قاصد يشتمه، كان قاصد عليه. والكلمة المعلومة خدتها من واحد مسلم. هي فؤاد بيقول لي فين توادرس من كل ده؟ البابا توادرس ربنا يسهل يمكن ياخد باله من الموضوع ده. استاذ ناصر فوزي بيقول لي ده انت راجل كبير بلاش هجس. ده انا بهجس. طب يا استاذ ناصر فوزي داخل ليه ومشترك في قناتي عشان تقول لي الكلمه دي؟ انا راجل كبير، انا راجل كبير فعلا بس مش بهجس. وعشان كده يا استاذ ناصر ليك تعليقين تاني بيقول لي سيب دكتور هاني في حاله هو عارف الحق. ده حتى انت تلاقيك عارف الحق. هقرا لك تعليقك بس عشان اللي زيك لازم يتظبط. حق ايه يا ابو حق؟ حق ايه يا ابو حق؟ ده كسر حقك. حليم حنا بيقول لي مساء الخير والسعاده يا دكتور وجي. مساء النور حليم. بابا كرولس بيقول لي ربنا ينتقم من اي فاسد. امين يا رب. امين يا بابا كرولس. بابا كرولس بيقول لي البشر ذوي الخباثه والافكار والاعمال الشيطانيه عن عمد ليس لهم ملكوت السماوات ونعمه. طبعا اللي بيتبع الشيطان ده مش هيشوف ملكوت السماوات، ولا الشيطان نفسه هيشوف ملكوت السماوات. الاستاذ رضا حنا بيقول لي ربنا يبارك فيك يا دكتور وجيه. الله يخليك. انا كان الاستاذ رؤوف سمعان كان كاتب سؤال، يا راح فين السؤال؟ انا كنت كاتبه دي واحده عشان الاستاذ رؤوف سمعان ممكن يزعل مني. استاذ رؤوف سمعان بعت لي سؤال على الخاص بيقول لي كم عدد الوزراء في وزاره مدبولي الجديده؟ كم عدد الوزراء في وزاره مدبولي الجديده؟ نشكر ربنا ان ما فيش ولا وزير في وزاره مدبولي الجديده. ليه؟ لانها وزاره فسده، وزاره حراميه، وزاره بلطجيه، وما شرفش اي مسيحي انه يكون وزير في هذه الوزاره. لما يجي في يوم من الايام يزول هذا النظام اللي ان شاء الله هيحصل وقريب جدا يا رب بمعونه ربنا بصلوات الشهداء زي الانبا ابيفانيوس والراهب اشعيا ومينا عبد السيد واندرو جرجس وماهر مينا توفيق وجيه يعقوب ومجدي مكين والناس دي كلها، ويجي حكم مدني يوازي بين كل الشعب، مش هتفرق مين اللي يمسك البلد طالما امين. واعتقد
لو جت حكومة علمانية مدنية بحق هنشوف عدل بإذن الله تعالى، وهنشوف مساواة في الحقوق، وهنشوف مساواة في الواجبات، وهنشوف دستور يشتم فيه المصري روح الحرية، روح الوطنية، روح الانتماء لهذا الوطن. أحبائي، ننتقد وطننا؟ نعم. نخونه؟ لا. ننتقد رجال الدين؟ نعم. نكرههم؟ لا. نطلب لهم السلامة والأمن والأمان، نطلب لمصر الخير والمحبة والتقدم والرقي، نطلب لمصر الإفاقة واليقظة والقيام من تحت نير هذا النظام العسكري الظالم للجميع. استمتعت معاكم بالوقت، قربنا على ساعتين بس أنا ما بحسش بالوقت معاكم. أحبائي، من قناة الصوت الصارخ أرسل لكم محبتي وقبلاتي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. دمتم في رعاية الله. مع السلامة. دكتور وجيه رؤوف، مع السلامة.